أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير أحييكم وأنا ألتقيكم مجددا الساعة الأولى من برنامج من بغداد والمخصص للتفاعل مع شعبنا وجمهورنا وأهلنا بخصوص الصراع الدار الآن مع كورونا مشاهدي الكرام قبل أن أبدأ بد أن أنوه عن إنه الحلقة لهذا اليوم ستكون بالجزء الأول منها هو الكشف عن ملابسات قضيه من القضايا التي سنقف وتقفون عندها مطولا حادثه حصلت في سجن الحوت وراح ضحيتها شاب اعتقل عندما كان حدثا بعمر 15 سنه وتوفي في السجن بعمر 25 سنه سيكون او يرافقني ضيفا احد اقارب او اهل المجري عليه وسنقدم لكم حقائق صادمه في هذا الجزء من البرنامج ننتظر وصول الشيخ طامي المجمعي حتى يكون ضيفنا في هذه الحلقه وفي الجزء الثاني ايضا سوف اناقش مع السيد القاضي رحيم العجيلي من اربيل قضيه العفو العام والعفو الخاص والجدليه حول هذا الموضوع بدايه يعني مشاهدينا الكرام اليوم ايضا الاصابات الرقم مرتفع وصل الى حدود ثبانين اصابه بالعراق تركزت هذه الاصابات اغلبها في البصره وفي كربلاء وفي بغداد وبقيه المحافظات العراقيه كما ذكرت في الحلقات السابقه يعني كنا نمني أن النفس أننا الآن أن تبدأ هذه الأرقام بالتراجع لأنه الآن, الآن يقولون الخبراء أن هذه هي الفترة هي فترة الانتشار الحاد لكن إن شاء الله يعني راح تقدر الجهات المختصة والأمنية من السيطرة على هذا الموضوع ولكن تبقى السيطرة هو الالتزام بالقانون والالتزام بالنظام والالتزام بحظر التجوال. يعني انا ما اعرف انت اذا 10 ايام و15 يوم ما راح تطلع من البيت شنو اللي ممكن ده يصير؟ كل احنا حاجين انفسنا وما نفتح الابواب. حفاظا وسلاما على حياتك. يعني هذه الـ هذا الـ هذه قضيه انه انت لا تبالي انا ما اعرف ما اعرف انه انت لا تبالي هل حياتك رخيصه عليك يا اخي؟ حياه عائلتك رخيصه عليك؟ ما يصير احنا اذا انحجرنا وانحجزنا وقعدنا 15 يوم لا نشوف احد ولا احد يشوفنا. نجعلها فرصه بالتعايش مع عوائلنا لاداء طقوس لاداء شعائر هذه ترى طقوس وشعائر فرضت علينا فرضا فلا بد لنا ان نتعامل معها كما يجب هسه مرات بالحياه تحصل حوادث واحد يمشي ودعمته السيارة انكسر رجله القدر يجبره او يفرض عليه نمطا معينا من التعايش. الدكتور يشد لك رجلك يشبسها يشبس ايديك يقول لك نام تسوي عملية شق بطنك يخليك بالعناية المركزة او ينقلك البيت يقول لك نام هذه فترة نقاها حتى يتم تهيئتك ويعادتك الى الحياة من جديد هذا هو الذي يحصل الان والذي يحصل لكم ولنا يحصل إلى البشرية والبشرية الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون في هذا الاختبار الخطير والمهم إيش قد كورونا قاسي ومؤذي لكن في واحد من صفات كورونا أنه كان عادلا لم يستثني فقيرا أو غنيا ولم ينفع معه مالا ولا بنون ولذلك الانتصار على كورونا هو الجهاد يعني مثلما جاهدتم وانتصرتم على الكثير من المعارك المهمه كانت تستدعي هذه المعارك ان تحمل بندقيتك وان تكون في الصف الاول لتلاقي العدو اليوم ايضا مطلوب منك ان تجاهد ولكن الجهاد الحقيقي هو الآن أن يكون في البيوت الجهاد الحقيقي الآن أنك تكون مقاتلا وتستمع إلى ما يأتيك من التعليمات شلون تعقم وشلون تنظف وشلون تسوي أنا قبل أن أذهب اتصالات أنا أعطيكم الموقف اليومي لعدد الإصابات اللي كما أجي على آه لسان وزاره الصحه لفيروس كورونا المستجد في العراق انه تم فحص 2083 نموذج في كافه المختبرات المختصه خلال 24 ساعه الماضيه ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان. يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصه منذ بدايه الازمه 28.814 نموذج. مختبرات وزاره الصحه والبيئه اليوم سجلت 80 اصابه بالعراق. موزعه كالتالي بغداد الرصافه 12 مدينه الطب 3 النجف الاشرف 24 سليمانيه 1 اربيل 20 كربلاء 3 كركوك 1 ذي قار 11 البصره 5. عندنا يمكن الوفيات 4 حاله في بغداد الرصافه حاله واحده في بغداد الكرخ حالتين بالبصره الشفاء 79 زين 19 بالكر بالرصافه أربعة بالكرخ، عشرة من مدينة الطب، النجف عشر سبعة سليمانية، أربيل اثنين، ادهوك خمسة، كربلاء ثمانية، كركوك أربعة، البصرة خمسة. مجموع الإصابات الآن وصل العراق إلى ألف وميتين واثنين، الوفيات تسعة وستين، إجمالي الشفاء أربعمائة واثنين وخمسين. هذا الإجمالي لثمانية نيسان ألفين وعشرين. انا انتظر ضيفي طامي المجمعي وما الشباب اذا بالكنترول يبلغوني وصل الى استوديو بغداد لو بعد يعني يمكن منال العشر دقائق ربع ساعة ابقى مع اتصالاتكم وسواء ما تودون طرحه عبر قناة التغيير من عدن شباب ابو عمار حياك الله عليكم استاذ نجم حيا الله ابو عمار اهلا وسهلا الله يحفظك ابو عمار وياك من العراق شو كيفك؟ يا اهلا وسهلا حياك الله الله يحفظك ويعزك استاذ نجم فيما يخص يعني هاي المرض كورونا وهذا انت هاي دائما تطرق فيه وانت نعم. توعيه للناس يعني الناس جاي تتابع وتلتزم بهاي الامور لكن اكو بده امور خاصه يعني الناس اليوم تعرف باقي بلدان العالم توفر <applause> الشعبها يعني اليوم الحصة التموينية اللي وزعوها للناس يعني هي أربع مواد ما ما تغذيهم حتى عشرة أيام يعني وهذا عليه نعم. علي حجور إنه لا يطلع لا فشي وهذه مهزلة أيام الحصار بالتسعينات من انفرض الحصار الحصة التموينية اكو دعم للزراعه والتجاره والصناعه والمواطن يعمل ويشتغل والحصه التموينيه حتى الجداير والموس وزعوا نعم. شنو؟ انه حصار، زين أن هذا حجر وحجز وطلعه ماكو، زين هذا المواطن يعني. شلون يعني؟ يعني هذه هذه مشكله، دوله ما قاعد بلدان العالم جاي هذه. اذا تابعت آه. يا استاذ البارحه كان وياي الناطق نعم. الرسمي لوزاره التجاره. نعم. وطالبناهم نعم. اما بزياده مفردات الحصه او ينطون كل شهرين بشهر واحد دعم. يقول لك احنا هذا اللي يعني اذا أو اذا استاذ يعني هم ما قاعد يسوون شيء على كلهم فيما يخص انت اليوم ضيفك رحيم العجيلي رحيم العجيلي شخصيه وطنيه محترمه ولها دور فعال في النزاهه والشرف والقضاء ورجل محترم كل الشعب العراقي يعرف شنو معنى رحيم العجيلي نعم فيما يخص قانون العفو العفو يتداول بين رئيس الجمهوريه وبين البرلمان وبين رئيس الوزراء وهي كلها كتوبة ولعبه نعم. شنو عفو خاص شنو عام يعني اليوم البلد حاله استثنائيه اليوم اكو مراقب خطيره انا راح اناقش الجنة. هذا الموضوع بالتفصيل يا استاذ نعم. العزيز على مدى ساعه م. كامله نعم. راح نناقشه من جوانب القضائيه ومن جوانب العلميه ومن جوانب القانونيه زين أنا أشكرك يا أستاذ الديوانية الأخ مهدي أهلا وسهلا السلام عليكم دكتور حياكم الله أهلا وسهلا قبل ثلاثة أيام دزينا لك رسالة على الواتساب نعم والبارحة دزينا لك رسالة على الواتساب مال الشهيد ماهر جبر نعم ما افتهمنا شيء ما ما اعرف يعني اللي هذا بالحشد غير اي ابو الحشد اللي استشهد بس اي انت سمعت احنا ايش حكينا بالموضوع؟ واني سمعتك بس قريت الرساله وبعدين دق عليك محافظ دياله وقطعت الحديث بعد ما اي هو احنا يا استاذ. يا استاذ احنا مو اصحاب قرار احنا نناشد الجهات المختصه وننتظر منهم قرار ولذلك انا من خلالك اقول للمكاتب لا. الاعلاميه بالوزارات والساده لا. الوزراء خلوا لكم واحد يتابع البرنامج ويكتب ما نقوله من مشاكل العالم. هذا الرجل انا طرحت قضيته. هذا لا. ابن شهيد بحشد وزاره الدفاع. الى الان لا ماخذ راتب ولا مشي معامله هو واقرانه. وكتبوا بموازنه 2019 وماكو ماكو ما سوى لهم شيء. وهسه بموازنه 2020 وما مستلم. شوف انا صار كم يوم والقصه حافظها على الرغم من انا تجيني مئات والاف الرسائل. فالاخوان بوزاره الدفاع الناطق الرسمي آه سيد يحيى رسول ارجوكم جاوبونا للناس. ان شاء الله ننتظر يا اخي العزيز. يحفظك الله دكتور. الله يسلمك من بغداد الاخ عبد السلام. السلام عليكم استاذ زحم. حيا الله عبد السلام اهلا وسهلا. يعني احنا مجموعه كبيره جدا من الجيش العراقي السابق اي و... وريدك وتناشد وتناشدنا السيد وزير الدفاع على مكافاه نهايه الخدمه الاجازات المتراكمه الف رحمه على والديك والله الان انت ناشدت بنفسك والجماعه يسالون أه. الاجازات المتراكمه أو... مالتكم ليش ما يحسبونكم اياها و... وال... وهي واصلة منك لان احنا للتقاعد قال لنا وزاره الدفاع ما كنت تحكي يا ويا فريق محمد حميد البياتي. الاجازات المتراكمه. الجيش جيش العراق السابق بعض مراتب. الجيش العراق السابق، اوكي ماشي. صار له 15 سنه. ماشي خوي. رحم الله والديك. ماشي حبيبي. ماشي ماشي. حبيبيك. اذا تقدرون رح. شباب بين ما يوصل الضيف تحصلوا لي العميد يحيى رسول. خلينا نقول له هاي التساؤلات. اذا قدرتوا تحصلوا لنا حتى يعني احنا لازم نحترم الناس من السولف ويانا والمسؤولين ايضا يعني نتمنى من الاخوة وهذا رجاء وانا اكرر واقول هذا واجبكم بهذا البرنامج وهسه حضر تجوال السيد المسؤول يقعد يخلي له واحد حتى نقدر هذه حلقة الوصل تتوثق بيننا وبياناتكم نعم من بغداد حيدر ألو السلام عليكم أستاذ نجم شلونك عيني؟ حياك الله أخ حيدر. يخليك الله فدوة عندي عندي معاملة مال مع مفصولين سياسيين أنا دار الصحة البابل. إي إي المعاملة مالت المساهلة والعدالة. إي قد صار لنا بالمساهلة والعدالة؟ يعني من بغدار من بغداد من بغداد حيدر من بغداد ايش قد صار لها بالمساءله والعداله؟ والله دكتور ما ما ادري قد يعني يمكن من صار لها هسا انت تدري الدنيا كلها متوقفه يا اخ حيدر الدوائر كلها معزله ما عندي دكتور اي الدوائر كلها معزله الان إيه؟ خلي صار. تخلص هاي الظروف صار من تشهر إيه؟ تخلص هاي الظروف ونحاكي الولد ما سياسيين مفتولين سياسيين نعم اخ حيدر دار صحه صحه الحله دار صحه الحله ماشي ماشي اخويا ماشي عيني ماشي. يعني واحدة من المشاكل المشتركة في كل الاتصالات إلى المواطنين أنه معاملاتهم ما تنجز على مدى أشهر وعلى مدى سنوات أنا ما أعرف ليش هاي ليش هاي المنهجية أو ليش هذا الإصرار على هذا التعامل زين نجي نسولف فيلكم تقولون 70% من الموازنه تشغيليه بمعنى موظفين وبعدين تجون تصدرون تقولون انتاجيه الموظف العراقي لا تتعدى 3% زين اذا كل هاي الفلوس تنصرف تشغيليه وعندكم موظفين واكو ترهل بالدوائر يشتكي منها المواز... الوزارات ويجي اسمع المواطن المواطن يجي يقول لي انا ثمان اشهر وثمان سنوات و13 سنه و20 سنه زين هاي الناس اللي قاعده تشتغل شنو شغلها؟ من اليوم مدير يطب علي مواطن يقول له معاملتي متعطله لمده سنه ما يجرى الموظف من اذانه ويعاقبه قدام 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 الموظف ترى مرات استخدام القوه مو عيب لانه العصى لمن عصى والاسترخاء اللي دا يصير هو بسبب استرخاء الحلقات العليا والاداريه المسؤوله وتجي تقول له وقال لك حقوق الانسان واللجان والتحقيقات حقوق الانسان عندما يحترم الانسان في معاملته الناس اليوم اكو حوكمه او دوله الكترونيه ومثل ما بالامارات ليش خير الامارات اكثر من خيرنا المعامله تجي بطياره مثل ذني المسيرات العد الولد تجي او تنزل بالجراج و يطلق معاملتك شبينا احنا الوادم ليش احسن من عندنا احسن من عندنا لان بيها ناس شرفاء قود الدولة والحلقات الادارية تحترم المواطن احنا مدير الادارة حماية مدير العام حماية النائب حماية الوزير كلها محمية ما شاء الله الا هالمواطن المسخم ما حد بحاله والنوب من يطب ما حد يحترمه ما يصير ما يصير اخوان كفر معاملة تتعطل تجي تسأله قال لك والله احنا دزيناها طيب انت دزيتها وراحت للمساله وتجي لابو المساله قال لك ابو التقاعد دز بيها نقص او ردت من ابو التقاعد راحت لابو الدفاع زين وهذا هذا يتقلى يدور له على خبزه ما يجي لانه حتى من تسوون معاملات الناس ما تدققون بيها نعم اخ وليد من الديواني اهلا وسهلا من الديوانيه اهلا اخ محمد من الديوانيه الله يسلمك عزيز سؤال استاذ نجم انت كلام الحق مع السوق ومتابع <applause> <على> البرنامج <الجوكاني>. نعم <applause> الله يسلمك عزيز قضيه آه عند الرعايه الاجتماعيه راتبي كل شهرين يعطوني تقريبا 350 الف دينار رعايه اجتماعيه رعايه اجتماعيه لمده سنه نعم <applause> لمده لمده سنه السنه انت قطعه وراتب والله شنو ليش هو سياره باسمك ما يعطوك؟ سياره باسم ما يعطوني، جاب سياره بال 2010 انا مستلمه والدي مو لي وانا حاسب بيتي اجار وقاعد كاش باشتغل بالمخضر سايق بل... وين المخضر. قاموا علي قطعه راتبي ورسل سياره باسمك 2010، عفوا ال 2006 وشو واحنا 2007 2010 ما عفونا. انا ما اعرف بقانون الرعايه الاجتماعيه. قانون ما مطلع رواتب. زين. أنت السيارة مالتك؟ والله يا بيمك السيارة مالتك محمد؟ لا والله والدي مالت أبو والدي ووالدي براح هو خذ فلوسه وأنا ضليت لا هو يا قوة هو قاعد بالعقل وحدي وحدي على وحدي ماشي, يعني ماشي 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 الله ماشي ماشي أول شيء يعني الله وبيجي أستاذ دهب ماشي ماشي أنا أشكرك أنا أشكرك أخي محمد الأخوة آه يعني المكتب الإعلامي للسيد الوزير وضحوا لهم للناس انه هذا مشمول لو ما مشمول هل القطع اللي عنده من قطعه مستحقاته وفق القانون لا يجوز او يجوز احنا آه نعم منو الو من كركوك الاخت ناديه اهلا اخت ناديه نعم انا ناديه من كركوك السلام عليكم استاذ حياك الله اختي حياك الله مرحبا الله يخليك يعني يسعد نجم اني معلمة مستقيلة. اي. معلمة مستقيلة من 97 وهسه يعني اجى امر على اساس قرار على اساس يعيدونا عن خدمة وقدمنا المعاملات وكل شيء اكتمل بس هاي باقي على الامر الاداري. يعني من الشهر التاسع احنا مقدمين. والله يا اختي شوفي خلي احكي لك اخت ناديه، اني من احكي لك احكي لك بالواقع، عينوهم بالكهرباء وما اعطوهم فلوس، وعينوهم بالتربيه وما اعطوهم فلوس، ورجعوهم للجيش وما اعطوهم فلوس. كل من يقول لك الان اكو دوله عندها امكانيات ان تعين احد يكاد ان يكون الامر مشكوكا به. هاي مو بس انت الان اكو ذاك اليوم مسؤول عراقي رفيع المستوى طلع وياي يعني. قال اللي تعينوا باقي الوزارات ما لهم ولا دينار لانه ماكو تخصيصات ماليه وحكينا مع جماعه الكهرباء وحكينا مع جماعة التربية لمحافظة بغداد لأنه ه هذا الواقع علينا أن أن نقبل يعني به لأنه الوزير يسولف نحن احنا احنا قدمنا المعاملات من الشهر التاسع اي ولذلك وقالوا كل شيء خلصانة أنا هم يقشمرون على المواطن بس أنا ما أقدر أقشمر على المواطن هسه أنا أي مسؤول أجي أحكي وياه كل الحلول عنده لكن أنا مرات ما أسمع واحد يسولف أريد واحد ينطيني حقيقة على الأرض الحقاق على الارض حتى الذين صدرت لهم اوامر او صار لهم اربعه اشهر وخمسة اشهر وست اشهر وقسم سنه ما اعطوهم ولا دينار بس يا تكون نعم احنا تقريبا 120 واحد والله يا اختي الان التربيه تسمع والمسؤولين يسمعون واذا في كلامنا خطا يردون علينا هاي ناسكم وشعبكم دا تقول مو احنا دا نسولف هاي الناس دا تقول لك تودون عليهم وتعينونهم باقي لهم امر داري تردون تعينونهم عندكم فلوس عندكم فلوس لا ما عندكم فلوس اذا عندكم فلوس توكلوا بالله بس لا تعينون الناس وتخلونها تصرخ من عندكم شباب ابو علي من البصره حيا الله ابو علي حياك الله اهلا يا السلام عليكم عليكم السلام ابو علي السلام عليكم استاذ نبي حياكم الله يا استاذ نجم بلكت اذا ممكن من يطلع وياك العميد يحيى رسول على مود احنا مجموعه والله هسه الشباب قالوا لي اعتذر اعتذر بالتليفون وما عدنا دفاتر خدمه ضايعه دفاترنا عندنا او اكو اوليات موجوده مثل وزاره الدفاع ما وزاره اداره المراتب اذا ممكن تسال بس دقيقة عن هاي الشغلات ما, عندكم دفاتر انا على التقاعد وما عندنا خدمه قلق 15 ودفاتر ما عندنا ومحتارين شو نسوي هاي اللي طردونا هسه المواليد الجديده ماشي خويا ماشي ماشي شكرا ماشي. بعد خمس دقائق هيك اقل يكون ويانا زين اني انا انا بخدمتكم عندكم آه اتصال له شوفوا لي ضيف بغداد شباب آه. اخوان هذا البرنامج يعني احنا نسميها البرامج التفاعليه مع الناس تستمع لمشاكلهم مشكله تختلف عن مشكله لكن بالمحصلة المواطن متضرر ولكن الضرر اللي بخبزه العالم يعني هو منين يجيب انت تطلب منه يحب الوطن وتطلب منه يضحي للوطن وتطلب منه يكون نزيه وان يتعايش سلميا زين وما تعطيه خبزه ما ياكل منو عندكم اتصال من بغداد نصيف. الله يخليك عيون استاذ نجم على راسي. هلا اخت ام سيف حياك الله. الله يخليك عيوني استاذ نجم، انا اريد منك خدمة يعني والله يا استاذ نجم على راسي والله العظيم، انت ابو ابو الطيبة يعني ابو الفقير ابو العراقيين كلهم. الله يسلمك خويا عمرين. الله يخليك عيني استاذ نجم لا يمر عليك، أني أشتغل بالموارد المائية من 2013 أجور يومية. م. لحد 2019 حولونا عقود انطونا الماستر من الشهر العاشر ولحد الان الماستر ما مفعلينه وبدون راتب من شهر الواحد ولحد الان بعدك على الموارد المائيه؟ اي والله بعدني على الموارد المائيه مداومين خويا مسيف؟ اي والله يا اخويا دا, دا داوم بس هاي هسه حضرت التجوال وقاعدين انطونا يعني الماستر ما فعلوا لنا ولا اربعة اشهر ما ماخذ راتب؟ اي والله يا اخي اربع كثر راتب احنا بدون راتب انطونا الماستر ادري يا اخوي نقعد ميه ونشرب شلون ايش كثر راتبك اخوي مسيف 350 يا اخي والله انا عندي اطفال يعني آه يتامى ابعثي لي رساله ابعثي لي رساله والولد الشباب بالكنترول حصلوا لي اياها <applause> يا المسؤول بالموارد المائيه خليني اشوف قصه مسيف آه ضيف بغداد وين شباب اه ويانا الاخ يحيى رسول سلام عليكم سياده العميد مساء الخير عليك استاذ نجم انا احييك واشكرك لانه انت اكثر الناس استجابه بارك الله بك سياده العميد ممنون ممنون بارك الله بك ايضا استاذ نجم الاخ والصديق العزيز والاعلامي خويا الله يخليك خويا انا بس عندي قضيتين ثلاث قضايا سريعات اجابتك عندي ولد الان خابروني عندهم قضيه الاجازات المتراكمه للجيش السابق نعم يقول صار لنا سنين وهاي القضيه ما جاي تحل من قبل وزاره الدفاع ليش بالعكس احنا اه هاي المواضيع يعني جدين فيها ومتابعين دقيقين لها ورغم هذا كله بالامكان انه اه نتواصل اي معلومات اذا تاخذيها من عندهم وارقام تليفوناتهم وان يتصل بهم واي موضوع في عرقله اه نحن ان شاء الله الاخ اللي اتصل وياي اعتقد من البصره ارجع للشباب بالكنترول اكتب لي القصه ورقم تليفونك على نفس الرقم اللي ايضا قبل شويه ولد من الاخوه اصدقاء يقول احنا دفاترنا ضاعت وخدمتنا اقل من 15 سنه وما نقدر نمشي معاملات تقاعديه يعني هذا الموضوع مناقش باداره التقاعد العسكري وايضا المدير العام نعم. لشؤون المحاربين، وايضا رغم هذا كله بالامكان تاخذ المعلومات ورقم تليفونه ونتواصل وياه ونشوف شنو الحل واحنا وياه ان شاء الله. انا اشكرك لضيق وقتك بس بدقيقه واحده اكو قضيتين، هوايه مناشدات اجت لتدخل السيد وزير الدفاع بدائره شؤون المحاربين لانه المعاملات متاخره عشر سنوات، والقضيه الاخرى اللي وعدتني بالاجابه عليها عن البعثات للطلبه العسكريين في المانيا. قلت لي اجاوبك بعدين. هذا يتم اخذ اجراء به معالي وزير الدفاع شخصيا تابع هذا الموضوع ويعني دز على كل المسؤولين وارجو انه يعني تعتبر الموضوع يعني حل او سيحل قريبا جدا لالمانيا نعم نعم دار الشؤون المحاربين سياده العميد والله ناس تشتكي طبعاً. لي 16 سنه و15 سنه و10 سنوات او سبع سنوات معاملات المواطنين ما ماشيه وانا تحدثت مع أوه. الاخ الناطق الرسمي يقول لي ستنجز الدوره 13 و19 و25 زين ليش معاملات الناس متاخرين؟ ويردون تدخل حضرتك والسيد وزير الدفاع. تمام انا راح اتصل بالاستاذ مقداد مدير عام شؤون المحاربين. اي واي معلومات اي شغله تقدر تبعث فيها واوصي بانه يروحون واي اجراءات معرقده نحسمها ان شاء الله. انا بس بثانيه واحدة اتمنى منك من الاخ مقداد نعم. ان يطلع وياي حتى لو فونه او يطلع بالتلفزيون وياي والناس تتصل علي يقولوا له ايش قد معاملاتنا متاخره ما اريد حل بس على اقل تقدير يوفر اجابات الى الناس اعتبروها طلب او رجاء حقيقه مقداد ما صار يعني حقيقه فتره وجيزه من السلم المديري العام لشؤون المحاربين لكن انا اعرف هذا الانسان هو احد ضباط الجيش العراقي السابق وضابط كفو ومتاكد من عنده راح اي متعلقات واي عرقله راح يحسمها ورغم هذا كله اللي تعرف انه الظهور بالتلفزيون يجب استحصال موافقات راح احاول بشكل كبير انه احصل موافقات على مدير ضرب التلفزيون وياك يعني. ربي يسلمك انا اعرف انت مشغول جدا انا عندي هاي المعلومه لكن بارك الله بيك وشكرا لسرعه الاستجابه والشكرا لك سياده العميد الاخوه بهاي القضيه على نفس الارقام ابعثوا لي الرسائل احنا هذا اللي نقدر عليه شباب ضيف بغداد جاهز يا اتصلوا عليه شوفوا وين وصل لانه الوقت دا يمشي وشوفوا لنا وين وصل هاي القضيه من ضمن آه انا اثير اهتمامي آه خصوصا القضايا اللي بها ظلم ايضا اطالب الاخ آه سياده القاضي ستار بيرقدار ان يستمع الى المشكله التي سنعرضها بعد قليل سنعرضها بشاهد وبأدلة وبفيديوهات آه، من عندكم اتصال شوفوا شوفوا لنا الموارد المائيه يا شباب آه، واي مسؤول بالموارد المائيه خلينا نشوف طلبتهم سيف من عندنا الاخ محمد من النجف السلام عليكم دكتور حياكم الله اهلا وسهلا شلونك شلونك دكتور شلون صحتك حياك الله اخ محمد تفضل دكتور احنا لو تتوفر السياقات الاصوليه لكافه دوائر الدوله سواء نعم. محاربين دفاع تسجيل عقاري أي. انت لو كل تروح لكل دائره له خاص هذا الساعه العقاري عندك اذا الاضابيل المحترقه يسوي لك صحه صدور تريدها على لازم تدفع مبلغ معين ما مع ظل العشة الشتل تسعة شهور ثمان شهور أيه. وشنو اللي صحيح بالبلد حتى هذا تريد من ابو التجاره يوفر بطاقه تمنيه وغير يطوف فلوس وينك فلوس حتى هذا يوفر من يوفر من يعني فاقد الشيء لا يعطي هو مطيب ذيك الميزانيه القديمه ما تم قنيه طحين راح يخلصن شوف بالثالث بالرابع ويقعد يسكت بل هو فلوس هو نعم. ماكو هم الله موظفين راح ينكتون بيهم بس حكي انشاء احنا عمل على ماكو انا اشكرك دوائر المدير اذا تخربط المدير تخربطت الدائره كلها انا اشكرك شوفوا حتى الناس البسطاء فهم ما يجري حقيقه في هذا البلد فهم الدوله مو اليوم من زمان لانه الاساليب اللي تم التعامل بها وعلى اساسها خلت هذا الشاب ينفر ينفر من هاي الحكومه وينفر من هاي القوى السياسيه وينفر من هاي التصرفات الان شوفوا هذا العالم اللي البعض يسميهم الشيطان الاكبر، والبعض يسميهم الكفره، والبعض يسميهم المارقين. شوفوا الان التراحم الموجود بيناتهم. حتى رئيس عصابه المافيات، رئيس المافيات في ايطاليا تبرع. اليوم ابو تويتر اعطى ربع ثروته من اجل الوقوف بوجه كورونا. وذولا صحيح مليارديريه. بس احنا عندنا مليارديريه جشعين وين المقاولين اللي صاروا مقاولين الطبقه السياسيه اللي البارحه كان يبيع لبلبي او هسه صار ملياردير لان صديق الزعيم او صديق فلان وصديق فلان او شال عقود من ما كانت عنده باب بيته ما عنده باب ولابس لنعاله بالاصبع لو كان حارس وصاروا مليارديريه هسه انا ما ارد اقول الله رزقه وحتى لو الله رزقه مو انت هم خلت من ذني مالات الوادم اطل العالم هم ساعدوا شعبكم السارة وفلوس بدل ما تذبون بموناكو وبمونتريال وبقبرص وبسريلانكا تذبون على القمار تبرعوا لهاي الوادم اللي نحتار مرات من يلاقونا بالشارع ولما يخابرونا على تليفوناتنا ولما يطلعون بالبرنامج شنقول نقول لهم حلوا تشيس وهن مو شويه ترى مو شويه مليارات وملايين الدولارات صارت دم الفقرة وفلوس الوادم والايتام اكلتوها من هذا الفتش لهذا الفتش هل مره هل مره صيروا جزءا من الانسانيه في قلوبكم او هاي الوادم الفقرة من عندنا اتصال حي الله ابو صلاح من الشطره السلام عليكم استاذ نجم حيا الله ابو صلاح الله يبارك بعمرك الله يبارك بعمرك ويرحم امك وابوك ربي يبارك فيك اشكرك مع الحليب اللي رضعتها قبل فتره اتصلت وياك نمود معامله صار لها 20 سنه شؤون المحاربين 17 سنه وحتى ابو المحاربين يقول لك ثلاث وجبات راح تطلع زين الوجبه انا بالوجبه 22 بعد هم يمددونها 10 سنوات ابو الغيره ابو صلاح هسه انت سمعت السيد العميد ايش قال وانا طالبت وسابقى اطالب السيد وزير الدفاع بان يعطي الامر لرئيس دائره شؤون المحاربين يطلع ويانا وتكون حلقه خاصه لشؤون المحاربين سمعتني استاذ استاذ نجم استاذ نجم فدوه روحك احنا نتنوع لله ولك الله احسن مني من فرصه من سمعنا صوتك وحكينا وياك ابو صلاح ان شاء الله ورسوله من سنتين لحد الان يا رسول كامله لا انا خدمتي 35 وين اروح؟ ابو صلاح انا ملزم امامك وراح اطالب يا ابو صلاح في كل حلقه السيد وزير الدفاع ان يمنح الموافقه لرئيس ديوان رئيس هيئه المحاربين يطلع ويانا صوره وصوت وراح اخصص برنامج ساعه لكم اريد نشوف هاي الطرقاعه شنو 17 سنه استاذ العزيز هي هي يقول لك انت انت حكي وياك شخصيا نحن متابعين البرنامج استاذ نجي نعم حتش وياك قال لك راح نوقف امشي ثلاث وسبع انا آه راح اخليه وياكم انتو تحشون وياه افتح اتصالات انتو تسولفون وياه بس خلي... خليجي هسه بعد ايش <applause> بيدي يا ابو صلاح انا هم هذه الموافقه شو وقت من يطلعون راح نسولف في كلهن وانا كلهن مطلع عليهن يا ابو صلاح ممنون ابو صلاح من بغداد الاخ حسن السلام عليكم حياك الله اخ حسن استاذ نجم شلونك؟ الله يبارك بيك استاذ نجم عيني استاذ نجم احنا معوقين الجيش السابق مع السيد عبد الجي احمد عبد الساعدي اجى للهيئه وقال الماده 14 مشمولين بها وبشرنا. اي وطلع ويا حضرتك قبل كم يوم يعني ما ما تطرقت لهيك الموضوع. آه شوفوا لي, شو أنا شباب شباب شوفو لي يعني احمد شباب شوفوا لي احمد يعني راتب فرقه مليون و200 واحنا ناخذ 500 شوفوا لي احمد السعدي شباب حصلوا لي احمد السعدي وحصلوا لي على مود طلبتهم سيف ابو المهدي. وقال الهيئه اجوا وبشرنا. صار 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 شوفوا لي السيد احمد السعدي اذا الاخ احمد يسمعنا الان رايدي منك دقيقتين اي وإجابة انا هواية ركزت على هذا الموضوع واخذت بي تعهدات لكن تدري الناس الناس احنا تقدر تحصلنا وانا ادنق استحم العالم من موافر الاجابات هسا انا مو كل ان دعرفهم. ومرات ترى ناس والله حتى تحكي علي بالبوزين واقول لهم والله حقكم انا استاهل زين لانه انا هوايه رسائل وهوايه وقت وتدرون احنا برنامج ساعتين ويومي وما ظالين هوايه بس انا اعتذر من كل واحد مرات ما اقدر اجاوبه وارد على تليفونه آه شوفوا لي السيد احمد السعدي رجان والاخوه اللي بالمانيا طلبت البعثات الدبلوماسيه العسكريه السيد الوزير تدخل بعد المناشده وراح تجيكم مستحقاتكم وان شاء الله الله يمكننا يا رب نخدمنا كل عراقي أه شباب من أه بغداد الاخ عماد شوفوا لي الموارد المائيه عماد مرحبا مرحبا استاذ حياك الله اخ عماد انا عندي مشكله وزاره النقل اه ايش وزاره أح النقل؟ احنا مجموعه من السواق مال النقل البري اي نتعين بال 91 سوينا كفالات بيوت حجزنا بيوت للشركه صالح الشركه بال 91 بال 91 اي بال 2004 تدهورت الاوضاع بالعراق اي الاوضاع الامنيه اي اللي انكتل واللي سلم واللي شو اسمه وظلت دعاوى عليها من 2004 لهسه دعاوي شنو دعاوي؟ دعاوي الشركه دا سيارات راحت ها سيارات راحت اي فظلت دعاوى عليها من الشركه زين اجى العفو مال 2000 و وثمانية اي العزف 2016 وجبنا عفو احنا من المحاكم اي انه هذول مو مهملين كانوا طالعين بواجب اي وصار لهم هذا القدر وهاي قضايا تثبت لهم النتيجة انتم طلعنا حالونا على التقاعد اي حالونا على التقاعد احنا ما كبرنا وشيبنا حالونا على التقاعد احنا هذا 17 سنة احنا وياهم مشتركة ناخذ راتب وناخذ مخصصات ونطلع واجبات هسه اللي يطلبها واحد غير يشتكي عليه لا يرضون يشتكون علينا ولا يرضون هسه المشكله المشكله وين؟ المشكله آه؟ المشكله يردوا منكم فلوس السيارات الشركه العامه النقل البري يردوا منكم فلوس السيارات لا يرضون فلوس السيارات لا يرضون يشتكون عليه هو اذا انا حق خليه يروح يشتكي عليه قلنا روح يشتكي عليه عم عماد عماد عماد, حتى نستفاد من الوقت انت الان ايه؟ يردون منك فلوس السياره القديمه ما مسقطيها ما عنك ما يقول ما يقول لي فلوس سياره ايش يقول لك لا قاعد وساكت يا هل قاعد راتبك تاخذه قاعد ما يمشيها ليش بي... ليش ما يمشي ما, ما... اتكاعد... ما يمشي معك يا بروح تقعد انت تطلبني هو يا فدوى لعيونك عماد عماد هسه ما يمشي معامله التقاعد ليش ما يمشي معامله التقاعد؟ لان انت مطلوب فلوس السياره خوش خوش هسا مطلوب له السيارة هو انا إيه اسالك كون. لو انت سيارة. تسالني انا اسالك خويه. انا أي. اسالك ليش ما ليش ما باي... لا اله الا الله عماد حلقي بس شو وين عماد؟ لا خلوني عماد شباب هو راح عاود عماد عاود شباب اكتبوا لي هاي المشكلة يعني انا انا ده افهم شنو القصد من عنده مدى يمشونه لانه الشركه بدأت تعطيه الذمة باسقاط السياره اللي ذمته. وعلى الرغم انه الرجل عنده قرار وعفو قضائي، انا افتهمت السالفه. هو آه ما بدوا لي اياها يمك، من اطلع من الستوري اعطوني ضيف بغداد؟ عماد؟ نعم خويا انت مدى يمشون نعم. معاملتك لان دارتك ما جاءت تعطيك براءه ذمه؟ نعم ما أي. خوش خلاص، دز هاي الرساله على الواتساب. وهو ما راح يكتب لي اياها انا اشكرك عماد والله يعني تدري اكو مشاكل مذهله اكو مشاكل متعبه يعني هسه ماكو بلد ما بيه مشاكل هسه احنا ما نريد نقول احنا بلد نموذج ومثالي بس حتى مشاكلنا ما تشبه الناس طالما اكو قرار وطالما اكو عفو اذا تسقط عنه هسه احنا لا نتهم بدون ان نسمع الطرف الاخر ما نتهم قد يكون المواطن ما فاهم صح ما فاهم كذا لكنه اكو مرات يعني اكو اثر الاثر من خلاله تقدر تقتفي عليه انه تشوف اكو ريحه ظلم ومرات مو ظلم اكو صناعه للظلم اه شباب يا ولد الاخ عون ذياب الشباب اتصلوا عليه المتحدث الرسمي باسم الموارد المائيه يقول انا مو شغلتي انا رجال فني خويا هسه احنا ما عندنا ما راح ما راح اخ عون لا راح احاكيك بالفيزياء ولا راح احاكيك بالكيمياء انا راح اقول لك شغله قد تكون ما عندك اجابه لها تنقلها للمعالي تقول لهم ام سيف تقول هيك ام سيف صار لها اربعة شهور وعندها ايتام ما ماخذ راتبه تقولون لهم سيف وتقولون لنا ليش ما ماخذ ما راتبها؟ لا اريد اقول لك انت رئيس وزراء مكلف ولا اريد اقول لك بالذره ولا اريد احكي وياك بالقوانين. اذا ما 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 تقدر هاي ام سيف بالموارد المائيه بعقد باجر يومي صار لها اربعة اشهر ما مطينها فلوسها جاوبونا قولوا لنا ليش ما ماخذين ما الاجراء اليوميين بالوزاره هل كلهم ما ماخذين لو بس مسيف الله يستر عليك ويرضى ويرضى عليك واحنا ما اسفين او نعتذر اروح لك فدوه هسه جابوا الولد اذا ما تريد تطلع على التليفون وجوز باشير ورحمه على امك وابوك يلا آه شباب انا انتقل الى الاستوديو في بغداد لأنقل لكم قصة حدثت قبل أيام لشاب عراقي اعتقل حسب المعلومات الوارد الواردة إلينا أن هذا الشاب أخذ سهوا أو أخذ بالاشتباه هذا الشاب أخذ من عمره 15 سنة حدث وسلم البارحه اول البارحه لاهله جثه. انا القصه مع الصور اللي موجوده راح يرويها واحد من عائله الشهيد الضحيه او السجين او المجني عليه ما اعرف باي توصيف ممكن انا اقدمه غسان شهاب احمد راح يظهر معاي الشيخ طامي المجمعي اهلا وسهلا شيخنا. يا اهلا وسهلا بيك استاذ نجم وتحيه لك ولجميع مشاهديك اينما وجدوا. شيخنا انت شو تصير من المجدي علي؟ انا عمه. عمه. الان اريد وانا دعيت الساده السيد ستار بيرقدار شباب التسلولي عليه ان يستمع الى القصه حتى أريد اين هو الحق. شيخنا العزيز اريد تحكي لي القصه بتفاصيلها لا. من البدايه. من لحظة خروج المرحوم وما حصل وياه وما حصل وياكم الجو إلك أنا راح أكون مستمع نعم آه تاريخ آه عشرة نعم أعتقد اثنين ارضونا سورة الشاب آه تم الشعب. زيارة عشرة اثنين يا سنة تم زيارة سنة 2012 نعم فضل. تم زيارة ابن شقيقي إلى بيت خوالة في منطقة التاجي نعم فكان هناك بيت خوالة بعد ما طلع من بيت خوالة ذهب إلى الشارع العام اللي هو يبعد مسافة عن بيت خالة نعم. استقل سيارة مدنية عن طريق السيطرات اللي كانت موجودة للجيش العراقي على الشارع العام فمرت هاي السياره وسالوه اين تذهب قال لهم الى منطقه بلد ناخذها بلد استعدوا وياهم استاذنك نعم. خلينا نسولف بهاي لغتنا الوسطيه حتى انا نعم. وانت والناس اي بسالفه عرب سالفه نعم. ديوان سعد من السيطره نعم من التاجي كان يم خواله وصعد راح لا لا اهلا نعم. وين اهلا في ناحيه الاسحاقي قريه جبارات يلا تفضل بعد ما بعد ما صعد وياهم بالسياره هم ناس مدنيين كانوا يستغلون سياره خصوصا مدنيه نعم. بعد ما ذهبوا وياهم بالطريق سؤال وجواب شو اسمك انت منين؟ فعرفهم باسمه قال لهم اني لان تدري احنا منطقه بلد ومنطقه الاسحاق منطقه وحده فاحنا العشائر ناس تعرف ناس اي فسالوه قالوا له لأ انت من بيت من؟ قال ما انا من بيت الشيخ معروف المشوح اللي هو شيخ العشيره اللي هو يصير جدي فاحنا عائله معروفه يعني مو تقول ما معروفين نعم no. فهم يعرفونه قالوا له شو اسمك انت؟ قال لهم قسان شهاب احمد معروف المجمعي من العطيش نعم no. فواحد من عندهم أه قال له قال اعتقد انت عليك تشابه اسماء يمنى فضحك no. ابن اخويا قال له يعني حسب ما افتهمنا من عنده بعدين اي يقول ابتسمت وياه قمت احكي قلت له استاذ شلون انا مطلوب؟ انا رجال وين مطلوب؟ قال له والله اعتقد من وصله وقضاء بلد ما نزلوه بالمكان اللي يريد ينزل به هو حتى يذهب لاهله، اخذوه الى مديريه الشرطه شرطه مديريه الشرطة بلد. زين. بعد ما دقوا اسمه بالحاسبه لقوه صحيح اكو اسم تشابه اسماء. زين اخذوه صعدوه مكافحه هنا بس شرطه بلد وحدة بس وحده شيخنا هنا نعم. ايش قد كان عمره؟ بال 2012 عمره 15 سنه هو هو مواليد مواليد 15/4 1994 يعني أفضل. في حينها كان عمره بحدود 15 سنه وش كم شهر يعني شهرين او ثلاث اشهر زين كمل زين يعني بعده طالب حتى بالمتوسطه يعني مو 15 سنة. فمن دقوا اسمه طلع طلع عليه تشابه اسماء في قضاء الشاميه بالديوانيه زين فابن اخويا قال له استاذ اذا هو هذا اللي مطلوب بالديوانية أنا رجال من صلاح الدين بالإسحاقي شو ودينا للديوانية حتى أنطلب هناك يعني مو منطقتي ولا محافظتي ولا أهلي هناك ولا عندي أقارب هناك زين, زين شلون أنا أروح هناك صعدوا لل للش اسمه تحقيق وتعذيب لمدة 15 يوم راجعنا عليه أكثر من مرة مكافحة حتى بلد. نعرف هو موجود عندهم لولا مكافحة, مكافحة بلد مكافحة بلد زين بعد ما س نعم بعد أي. ما سالنا عده مرات وكذا من عندهم انا باعتباري رجل صحفي صار لي 26 سنه في مجال الصحافه وعند علاقات واسعه نعم. وعملت في في وزاره الداخليه يعني كصحفي عملت على قطاع الداخليه والدفاع والصحه وكل الوزارات فعندها علاقات اشتغلنا واسعه سوى. اشتغلنا اشتغلنا اي نعم هو انت زميلي يعني <applause> انت نعم. زميل المهنه قديم مو مو جديد نعم شيخ من زملائي يعرفوني انا من الذين اللي يحاربون الفساد ويحاربون انتهاكات حقوق الانسان مشهود الي واني انا اشهد لك القانون اي كم زين كمل, شيخنا فبعدين من سالنا عن طريق علاقات واصدقاء قالوا يابا موجود بالمكافحه مال البلد بس ما ينطوكم نشد عنا لان عليه تحقيق وكذا قضبوا عن طريق صديق ولد قال لي حولوه من شرطة بلد إلى منطقة الشامية في الديوانية زين هنا الشيخ رحنا أوقف. سألنا ل... خليني أوقف المكارب... خليني أوقف خليني أوقف هنا عند نقطة نثبتها الولد من أخذوه عمره 15 سنة القضية المتهم بي... القضية المتهم بها بالديوانية وهو بيتهم بالإسحاقي لا 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 هو القضية المتهم بها هي أصلها بالنجف الحادث بالنجف بس أنا جايك بالتسلسل حتى أكمل لك القصة أي. فأنت راح تعرف راح تعرف شو ودال للشاميه زين هسه انا تسلسلك بالقصة حتى انا ابين لك وبين للجمهور وبين للناس وبين كل الجهات اللي مسؤوله شلون تم اليه اعتقاله زين فبعدين من رحنا للشاميه رحنا للشاميه سالنا علي قالوا يا با صحيح اكو دعوه هنا يمنا لان احنا القينا القبض على شخص كان يستقل سياره خصوصي اللي وما يحمل مستمسكات رسميه بها فشكينا بامر من نزلناه لقينا اثار جريمه على جسمه دم وكذا من هاي الاشياء، فتشنا السياره لقينا بها الات جارحه اللي هي سكينه واعتقد حربه وقامه ومن هاي الاشياء، فمن مشاكين بيه وما عنده مستمسكات رسميه حولوه للشرطه، حققوا وياه من حققوا وياه اعترف الشخص قال انا قتلت واحد وياه اثنين اصدقائي اللي هو احسان وولد اسمه محمد اعتقد جبر. وواحد من الكوت وواحد من العماره وهذا الشخص اللي القى القبض عليه من البصره ها القاتل الحقيقي فهذا من حولوهم القا وال... نعم القاتل الحقيقي نعم هذول ثلاثه هم القاتلين الحقيقيين لهذا الشخص نعم بعد ما اخذوهم القى القبض عليهم ثلاثتهم جرى التعذيب والتحقيق معهم وكذا اعترفوا على من 40 الى خمسة 45 شخص بالقضيه من ضمنهم اسماء من من الدجيل من بلد من تكريت من الانبار من دياله من البصره من الناصريه من العماره من الكوت من كل مح... يعني اغلب محافظات العراق موجوده اسماء من عندهم موجوده بهاي الدعوه وصدقت اقوالهم قضائيا آ... صدقت بدائيا وقضائيا بالنسبه للمجرمين ثلاثه نعم بقى ابن اخويا من اخذه احنا تابعناه رحنا عليه فسالنا عليه قالوا يا ان شاء الله ما عنده شيء لان المجرمين اصلا احنا لازميهم فلزمنا محامي من منطقة النجف بعد ما رحنا للشامية قالوا هاي القضية بالنجف وحولناهم للنجف وحولنا الشخص للنجف يعني ابن أخوكم فمن رحنا للنجف لزمنا محامي باعتبار تدري القضية انت ميحق لك تدافع عنا وتروح ترافع وكذا لازم محامي يراجع لك بالقضية كل هاي الفترة فلزمنا محامي كل هاي الفترة غسان بعد بلد لو سيروه لا 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 سيروم انا حكيت لك استاذ بعد نعم ما بقى 15 يوم ببلد سيروم الديوانيه للشاميه ومن الشاميه تحول للنجف كمل نعم نعم فبالنجف من رحنا احنا راجعنا على القضيه ولزمنا المحامي المحامي طلع على الدعوه قال اللي الجنات الحقيقيين لازميهم فبه هنا الجماعه دزوا على اهل المجنة عليه فخلوهم شواهيد بالدعوه وقاموا شكوا واحد يلزموه شكوا جريمة بالنجف بعد ما قاموا يبتزون يعني أنا ما بالضبط الضباط مو ياي يعني اتفقوا أو ابتزونا أنا وابتزوا أخوي عن طريق السماسرة اللي موجودين بالنجف وعن طريق المحامي المحامي من اللي زمناه ويانا مبلغ أربع ملايين ونص يعني أربع ملايين ونص وتدري هو رجال فلاح يعني قوي الله يدبرهن زين فاتفقنا حتى يخلص ابنه فالمحامي اجى اعتذر من عندنا قال عمه اني هددوني ما اقدر اترافع عنهم بس انا راح اترافع عنكم هاي فلوسكم الاربع ملايين ونص رجعها الرجال مشكور على 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 موقفه تمام. قال انا ما اقدر اترافع عنه لان الشخص مو من ثوبي وما اقدر اترافع عنه وهددوني فهاي فلوسكم انا اترافع عنه شكليا زين فشوفوا لكم جهه وياهم زين بعد ما راحت هددونا يعني احنا قمنا ما نقدر نروح لا اني لا اخواني لا من هددكم؟ هبت زوجة اخويا زوجة اخويا عندنا معارف وراحوا وياها من اللي وراحوا على جماعه وحسب اللي لا. هددونا هم اهل المجني عليه زين أهل, اهل المجنع هم اهل عليه مو ظهرت الكتاله مالتهم واعترفوا بعد انت شنو علاقتكم بالموضوع؟ الكتاله مو مو انا مو احترامي وتقديري للضباط اللي حققوا بهاي القضيه اجل الاحترام كله لهم قل له شلون حطيت لك 45 واحد على قتل شخص ومن كل المحافظات شلون اجتمعوا عليه وبيا سياره صعدوا وقتلوه بالنجف يعني حتى العقل ما يشيلها زين فهم جابوا 45 شخص قاموا يا جريمه بالنجف هذول الضباط قاموا يخابرون على اهل الجرائم اللي الجرائم اللي حادثه بالنجف وخارج النجف قاموا يدعون اهلهم تعالوا قيموا دعاوى لان عصابه بعد ما كانت الدعوة مالتهم على المادة 406 اللي, اللي هي قتل زين قضبوا من جابوا هاي الـ 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 الأشخاص كلية ال 45 شخص أو 40 اسم اللي هم لزموا أربعة من عدهم اللي هو عدي وإحسان ومحمد وغسان هذول الأربع أشخاص هل فعلاً ظهر هل, يا هل يا فعلاً أه ظهر أكو تشابه لغسان مع الذين جابوهم أكو تشابه بالأسماء فعلاً؟ لا لا ماكو. نعم إحسان لهم بس لزمه أربعة بس تدري اسم إحسان على وزن اسم قسان فكان شكو اعترافات باسم إحسان كانت تدون باسم قسان زين وتنبعث لهم والناس بالنسبه للمتهمين الثلاثه الحقيقيين هم الرجال الناس اعترفوا يعني قالوا احنا كتلنا واحنا سوينا وحكوا وطلعوا كشف دلاله ولزموا الالات الجريمه عندهم ادوات القضاء, القضاء شلون يتعامل مع غسان القضاء شلون يتعامل مع غسان بعد اعتراف الجريمة هسه جايك بالتسلسل استاذ نجم مو انا الوقت شوي هسه ايه؟ اعطينا معانا بالتسلسل هسه احكي اي حس... فالجماعه بعد ما رحنا للقضاء القضاء تدري يما ادله وشهود وكذا لان هذول اعترفوا عليه لان احد الضباط احد ما. الضباط بلغهم قال لهم يابا انتم اعترفوا على قسان لان قسان حدث حتى قسان يشيل الجريمه ينحكم 15 سنه وبالنسبه لكم انتم حتى تنحكمون مخفف لا تنحكمون اعدام ومؤبد لان انتم بالقين سن الرشد من ياكد هذا الكلام قسان حتى انتم تتخلصون من الاعدام من ياكد هذا الكلام هذا الكلام حكوه هذا الكلام حكوه نفسيتهم المعتقلين للمحامي ولزوجة أخويا عندما ذهبت قابلتهم داخل السجن بالنجف. ها زوجة أخويا راحت التقت بهم إذا اكو شاهد أخويا يعني زوجة أخويا تشهد على هذا الحكي. بأي مركز شرطة بالنجف. بأي مركز, شرطة بالنجف؟ بأي مركز شرطة بالنجف؟ أعتقد مكافحة النجف يعني الزبط. أعتقد مركز شرطة الوفاء أو كذا ما أت الضابط شو استاذ نجم انا ما اريد اذكر اسم ضباط حتى لا اكون انا متهم قدامهم ويلاحقوني قانونيا ماشي. انا هسه بالنسبه الي وياك بالبرنامج وخايف على نفسي ومو بس خايف على نفسي خايف على اهلي وناسي زين لان تدري خوب انت رجل اعلامي انت تمام. قاعد بعمان انت قعدت بعمان من وراء التهديد احنا مو بلد شيخنا. بلد آمن حتى, كم... حتى اقدر احكي لك وفلان ضابط التحقيق قالهم للمتهمين اعترفوا على غسان بعدين يصير عليكم الحكم محف... مخفف نعم. والمتهمين الاربعه قالوا هذا الكلام للمحامي ولا زوجة اخوك اللي صار وراه شنو نعم هذا هذا اللي صار وراه تدري دونت اقوالهم بدائيا وقضائيا صعدوا ابن اخويا بدائيا وقضائيا بعدين جابوا له دعوه جديده ها. يعني مو بس هذه هاي صعد بدائيا وقضائيا دونوا النوب على دعوه جديده هم كتلوا تعذيبه وبصموه عليها وهو ما مسويها هم قضيه صايره بالنجف هم هناك زين وهم الناس اعترفوا عليها وقالوا احنا مسويناها هم نفسيتهم ثلاثه زين بعدين ورا ما صعد قضائيا صارت مساومات بين زوجة اخويا وبين المحامي وبين وبين الناس اللي نعرفهم وطالبوا مبالغ خياليه اخواني ما اهلي ما عندهم يدفعون هذا المبلغ من الطلب مبالغ واحنا ما من الطلب من الطلب مبالغ يعني السماسره اللي السماسره اللي كانوا موجودين تابعين بعض الاجهزه الامنيه اللي موجوده في النجف يعني انا ما اقول لك الضباط نفسيتهم بس عندهم سماسره هم اللي كانوا يساومون على هذه المبالغ. ايش طلبوا منكم وشرادة؟ بعدين وراها ايش رادوا؟ وايش قد المبلغ؟ رادوا ر... رادوا 15000 دولار على حسم القضيه كليتها لان مو بس ابن اخويا و... ابن اخويا من اعترف اعترف على اخوه واعترف على ابن عمته واعترف على ناس وياه لان هم تدري هذول الاربعه قاموا يجيبون الناس شه... يعرف استاذ نجم يا بس نجم الربيع وياي يعرف طامن مجمع طامن مجمع وياي قام بس يريد يخلص نفسه من التعذيب وقام يجيبون والطامه الكبرى الطامه الكبرى يعني انا اتحسف اتحسف ويحز بداخلي انا كرجل اعلامي واجل كل الاحترام للقضاء زين شلون انت هسه بعمرك هذا من 2003 القضاء شاف اشكال والوان اكو واحد من الجنوب يبايع الدوله الاسلاميه انا اسالك بشرفك بغيرتك اكو واحد من الجنوب هو حلفي وبيضاني والاخ اعتقد يمكن ساعدي او كذا يبايع الدوله الاسلاميه انا بس اسال هذا السؤال ماشي جاوبني انت استاذ نجم ماشي يعني انت استفاد رجال, أنت من, رجال من, الوقت. من اهل البصره خل استفاد من الوقت رادوا منكم 15000 ايه. ألف ويطلعون غسان رحم الله والد ايش قلتوا لهم؟ احنا ما قدرنا اخويا اخويا قال انا عندي سياره اذا يردون السياره اللي صاعد بها اني خلي ياخذوها ويهدون ابني بعدين ما اتفقوا بعدين ركبوا دعوه على اخوي وابنه الجديد يعني الاخ انا المعلومات اللي عندي اخذوهم للنجف المعلومات وتاع. اللي عندي استاذ طامي انه بالاتصال او من خلال السمسار قالوا لكم تطونا الفلوس ويطلع قلت لهم ما نطي ما عندنا قال لكم لا عاد راح نسوي له دعوه ايه صح هاي المعلومه إيه لا 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 صحيح هاي المعلومه لا هسه أيوه. جايك بالحكي قضبوا من ما انطيناهم الفلوس وما اتفاق اخويا قال لهم عندي سياره عم هاي بيك اخذوها وطلعوا ابني قالوا الله والله البيك ما ناخذها يعني هذول السماسره بلغوا زوجة اخويا وبلغوا اخويا قالوا له والله اذا ما تنطينا لنشوفك اللي ما شايفه وبالفعل ما طولت اقل الشهر وكان يسوون دعوه على اخويا اللي هو ابو المجنة علي المتوفي قسان وابن اللاخ سووا عليهم دعوه واعتقلوهم من منطقه التاجي كانوا ببيت بيت نسابتهم لان ما اعطيتوا فلوس واخذوهم للنجف لا لان ما اعطينا فلوس ركبوا عليهم دعوه كبيره اختصر لي اختصر لي بقت عندي خمس دقائق, دقائق شيخنا بقت عندي خمس دقائق لان تاخرت بس استاذ نجم ظلوا ظلوا ثلاث اشهر ظلوا ثلاث اشهر وطلعوا افراج بعدين انحالوا للقضاء ابن اخويا ولد ثلاثه انحكموا هذولاك حكمه واعدامه وابن أخويا حكم 10 سنوات ب 15 سنه باعتبار حدث زين راحه المتهمين الحقيقيين دا يبرون ابن اخويا بالمحكمه وراحوا وصلوا للمحكمه ورئيس المحكمه اللي كان يتراس المحكمه فيه في محكمه اخويا ما قبل يقبل شهادتهم قال لهم لا انتم البارحه شهدتوا عليه جايين ماخذين فلوس وجايين تبروا فحكم 15 سنه بعدين انحكم بالوشاش خمس سنوات ومن الوشاش بالوشاش ذهبوا البيتهم يعني أهل المجني راح المدير السجن مع الوشاش حسب ما حشولي اليوم أهلي يعني زوجة أخويا حشت لي قارب بالألفين وثلاثة عشر راحوا أهل المجني عليه وقابلوا مدير سجن الوشاش ودزوا على أبنه وكتلو بسطوه داخل وعذبوه داخل مدير داخل قرفة مدير السجن بالوشاش بالألفين وثلاثة عشر ورايحين حتى منعوهم من الزيارات فتره ما خلوهم يقابلوا زين شيخنا بعدين ورا هاي الاحداث حولوه لسجن الحوت هسه انت من سجن الحوت احكي لي قصه الوفاء لان انا عندي ضيف دا ينتظر على اس جي لان تاخرت بالوقت انت. قصه الوفاء خابرو قصه قصه الوفاء خابرونا على اخويا بتاريخ 31 3 قالوا له تعال استلم ابنك لان احنا مقدمين طلب للعفو مال 2016 قلنا بلكي ينشمل بالعفو او يعيدون الم... الدعوه مالته من جديد يحققون بها فهو كان يتصور عباله يعني طلع عفو او كذا قال له شنو طلع عفو قال له لا ابنك توفى صار له ثلاثة ايام بالمستشفى زين فمن قال له ليش بيه كورونا قال له لا ما بي كورونا لو بي كورونا كان احنا دفناه ما خليناك تجي تستلمه فاخويا راح دي يستلمه بلغوه قال له لا ما يصير الا ورا الحظر التجوال خابرت اني على محافظ الناصريه السابق عادل الدخيلي نعم عندي تليفون خابرتها وخابرت على زملاء المهنه صحفيين بالناصريه وخابرت على المسؤولين هناك بالناصريه سهلوا الامر ان يسهلون الامر نستلم الجثه، ثاني يوم رحنا نستلم الجثه، كملنا الاجراءات القانونيه، لهنا احنا نعرف ابن اخويا متوفي بالمستشفى. زين. من سالته أبو الطب العدلي اني بلغني قال لا ابن اخوك توفى داخل الزنزانه بالسجن. م. زين؟ فهنا من 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 بلغنا بالطب قلت له بلغوني يقولون بالمستشفى عده قال لا ماكو هيك حكي وابن اخوك توفى بالزنزانه احنا استلمناه جثه هامده هو ومعاه خمس جثث اخرى نايمه عندنا بالطب العدلي استلمناهم ست جثث زين شلون شهاده الوفاه شهاده الوفاه اللي عندكم سبب الوفاه مكتوب بلا زين شنو الطب العدلي ليش ما ليش بنشرح الجثه؟ هو اني استاذ نجم انا سالته قال احنا قلت له مو صار له ثلاث ايام آه عندك بالمستشفى قال ما صار احنا سوينا راح نسوي له تشريح وندزله الصورة الشباب. نعم كمل لان احنا لحد الان ما نعرف سبب الوفاه مالته زين فانا خابرت على ضابط التحقيق وتبين اكو جايبين اثنين هي هنا الطامه الكبرى جايبين اثنين من السجن الاصلاح شاهدين بالقضيه بانيابه الساعه بالوحده بالليل اتخربط وشلناه للمركز الصحي اللي داخل الاصلاح نعم وشكلناه له مغذي ورا ما صار زين رجعناه للزنزانه مالته بالسبعه الصبح توفى هاي افادت الشهود اللي هم من سجل الاصلاح يعني انت تجيب الجلاد يشهد بقضيتي هو الجلاد جالدني يشهد بدعوتي راح يحكي لي الحقيقه ما يحكي الحقيقه زين زين انت شفت الصور التعذيب واثار التعذيب من جد الصور شباب الصور عليها لقينا نعم لقينا اثار التعذيب بكل جسمه يعني حتى حارقين بالكهرباء بدي حارقين حرق زين رجليه ركبه منا بقيه صور شباب بقيه صور الجثه اي استاذ نجم حتى استثمر الوقت أي. يعني انا بالنسبه لي من شافوا الجثه وكذا الجثه مو مال ميت صار له اربع ايام وخمس ايام فبكلتنا احنا العراقيين شايفين جثث بالتشريح ماكو اي اثار دم على جسمه ومن شناش انه هيكل عظمي يعني مو تقول جثة طرية ومي صار له ثلاثة أيام أو أربعة أيام هاي يام. دارض الصور أنا الآن أنا يعني دارض الصور يعني هاي نعم. الصور هسه أنت تشوفها هاي, هاي, اللي شلون حارقين إيديه، زين هذا التشريح مالته هذا بيه آثار دم يعني مال شخص متوفى صار له يومين أو ثلاثة أيام زين ايش قال لكم؟ شو بيصير؟ يعني منطقة شو اتضح انه شو بالوفاة؟ اتضح اتضح قالوا يابا الا ننتظر شات شو اسمه التقرير الطبي من الطب العدلي نشوف سبب الوفاة شنية حتى احنا نبين لكم واذا لكم حق تردون تقيمون دعوه على جهه او كذا قلنا لهم احنا ما نعرف أسلية اللي وين متوفي شنو السبب ما نعرف حتى نشتكي على الطب العدلي ليش ما كتب سبب الوفاه هو مشرحة. هو مشرحه الان انا عرضت الصوره هو هم لا شي يقول, يقول؟, يقول, يقول يقول شرحناه ودزينا التقرير لبغداد يقول الطب العدلي في بغداد هو اللي راح يعطينا النتيجه احنا ما نقدر نعطي نتيجه زين يعني وياي استاذ نجم اي زين احنا بالنسبه لنا من خلال هذا المنبر انا اذا الانسانيه تقبل بتعذيب شخص حدث يعني قضى عشر سنوات الا شويه ظلم وجور عليه في سجون من سجن الاحداث الى سجن الحوت بال بالتاج سيء الصيت والى سجن الحوت بالناصريه سيء الصيت اللي يقبعون به الاف مؤلف ناس ابرياء زين احنا انا احكي لك عن نفسي وعن عشيرتي وعن اهلي وعن الناس وعن منطقتي، يعني احنا عندنا الاف مقيبه انا من عشيرتي اكثر من 200 300 شخص مقيبين ما اندلهم، لا اعرفهم مع الجهه رسميه حتى اقول معتقلين، ولا اقول متوفين حتى اسوي لهم مجلس عزاء وايس واقول الله يرحمهم، ولا عندي في الجهة رسمية أنا قبل شهرين ما صار شهرين جهة رسمية تقود سيارة حكومية تابع للأجهزة الأمنية نزلت ابن عمي ابن عمي شكل من شهر نزلتها من سيارته وأخذوه واعتقلوه عندهم واليومك هذا احنا ما نعرف الجهة اللي أخذته وين لأن رحنا سألناهم نكروه قالوا آه شيخنا أنا أعتذر, أعتذر منك أنا أعتذر منك لأن عندي ضيف ده ينتظر أنا كنت أ... اتمنى اخذك استاذ 8. نجم بس بس مناشده اخيره بس مناشده أي. اخيره استاذ نجم أي. يرحم والديك انا اناشد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء المكلف والمقال ورئيس البرلمان وكل خير وكل خير ويقول انا عندي ذره وطنيه البلدي وللعراق اللي هذا اسم العراق العظيم ان يرعف بحال المعتقلين اللي قابعين بالسجون الاف وبحال المعلمين اللي صار لهم اهلهم وعوائلهم ما يندلوهم شكرا شكرا جزيلا لك انا اروح للفاصل لكن قبل الفاصل اقول هذه شهادات على ذمه اهلها على مجلس القضاء ان يحقق بها اروح الى اربيل بعد الفاصل والقاضي السيد رحيم الاجيلي تابعوني بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام الجزء الثاني من برنامج من بغداد حقيقة يعني بالجزء الأول استمعنا إلى هذه القصة المؤلمة والتي ندعو السيد رئيس مجلس القضاء والمسؤولين بالقضاء إلى الاستماع إلى هذه القصة وبالتالي أن تودون على أهلهم تسمعون هذه الحقائق لأن هذه ليست هي القصة الوحيدة اللي موجودة في السجون العراقية وهذا لازم يدعو القضاء إلى مراجعة الكثير من هذه القصص اليوم الناس اتحرت من ضيمها من الخوف لأنه كل واحد من عتم يشعر أنه ممكن أن تتركب له قصة استمعنا إلى قصة حدث عمره 15 سنة أهله بصلاح الدين المجد علي بن نجف القضية بالديوانية وقال الشاهد عما قال شلون طلبوا منهم فلوس واذا ما يدفعون فلوس يصير قضيه ثانيه وبعدين الوخذة العائله وتحقق للتحقيق وانه الولد له قضيه هذا لا يليق بسمعه القضاء العراقي او خلينا نقول كل الناس تخطا وبما فيهم القضاء لكن عندما يظهر الخطا على وسائل الاعلام فان هذا يستدعي الى قرار لمراجعه كل ما تم المهم انا اريد استفاد من الوقت اذهب الى اربيل وألتقي بالأستاذ السيد القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة الأسبق السلام عليكم سيادة القاضي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أستاذ النجم. أنا اليوم يعني حديثي وياك راح تركز حول قضية العفو لكن إجتنا هاي القضية وأنت استمعت إلى جزء كبير من هاي القضية وأنا في المقدمة اتوضح لك هل فعلا هذا يجري أمام مرأة ومنظر من القضاه والقضاء والضباط، معقوله وصلنا لهذا المستوى سياده القاضي؟ والله استاذ نجم هذه قصص تبعث الرهبه في النفوس، يعني الحقيقه اني من اسمعها اني اشعر بالخوف على اولادنا وعلى بناتنا لكن لكن ليس دفاعا عن القضاء، انا اعتقد ان القضاه لا يتورطون في مثل هذه الملفات. لكن هذه الملفات يتورط بها جهات تحقيقيه يعني مليئه مملوءه بالفساد والانحراف والتجاوزات والتي مع الاسف تجد لها من يحميها القضاه تتقدم يتقدم لهم ملفات مرتبه والقاضي عاده يتعامل مع الورق يتحمل يتحول اليه الانسان من ورق لكن مع هذا انا لا انفي وجود تجاوزات كبيره ووجود انتهاكات كبيره لكن نعم. خليني استاذ نجم يعني احكي بالاستراتيجيات بما يجب ان تتبناه الدول في مثل هج الظروف الدول التي لا تتبنى العداله في التعامل مع شعبها لا يمكن ان تامن يعني دائما انا استشهد بما نسبه الاعرابي او تحدث به الاعرابي لعمر بن الخطاب يقول له عدلت فامنت فنمت لما نلقاه نايم بالصحراء وهو خليفه المسلمين، شلون هذا نايم بالصحراء لا حمايه ولا وهو حاكم حاكم نصف الارض. السبب هو العدل. حينما تتبنى الدوله استراتيجيات انصاف الناس وحمايتها وعدم التورط في ظلمها بهذه الطريقه اللي انحجت بالقصه، ذاك الوقت ممكن يستتب السلام داخل المجتمع، لكن المجتمع الذي يشعر باحتمال الظلم والقهر ان ياتيه الى داره ياتي الى اطفاله مثل هذا عمره 15 سنه حدث يمر بهذه التجربه القاسيه اللي اللي يعني تهز الجبال في الحقيقه كيف يامن الاب؟ كيف تامن العشيره؟ كيف يامن اولاد العام؟ بالنتيجه المجتمع لن يسوده السلام ابدا ما دام هذه الممارسات ممكن ان تقع في اطار الدوله تحت حمايه الدوله. ومن جهة أخرى أستاذ نجم أنا أعتقد أنه نعم. ما يعرف بالمجرمين الرسميين هم أخطر من المجرمين العاديين يعني المجرم الذي يحتمي بالدولة كضابط تحقيق أو محقق هذول اللي يمارسون التعذيب والمارسون ابتزاز الناس ويأخذون من عندهم فلوس وما أعرف شو يسوون هذول أخطر بكثير من القتلة أخطر بكثير من الإرهابيين نعم وانا اعتقد انه انه هذا الموضوع طبعا ليس جديد في العراق هذا الموضوع قديم مع الاسف الشديد لكنه تفاقم بعد ال 2008 بسبب سياسات معينه تجددها الدوله نعم. ودعمت من من اصناف من هذا النوع اللي بداوا يبتزون الناس يصدر عليه امر قبض وهمي ويروح يجيبه يدفع بالطريق يتيه ما يدفع بالطريق يروح يدبه بالتوقيف ويسوي له قضيه يفبرك له قضيه وما ماكو اسهل من عدها مخبر سري رقم هلقد يقول هذا يتعاون مع داعش يمول ارهابيين وبالتالي وقعنا في مظالم كبيره، يجب على الدوله ان تلتفت خصوصا في وزاره الداخليه في وزاره الدفاع ان تلتفت الى ايقاف هذه الممارسات، هذه ممارسات غايه في الخطوره ليست على المجتمع فقط على الدوله والحكومه ايضا. انا اشكرك ايضا سياده القاضي الان هنالك جدل كبير يدور بين الاوساط القضائيه والحكوميه والجهات التشريعيه التنفيذيه وبين الناس بين العفو العام وبين العفو الخاص انت كقاضي ومختص ومطلع ايهما انسب الان في ظروف العراق الحاليه هل العفو العام مجديا ام العفو الخاص والحقيقه النقاش اليوم استاذ نجم يدور حول العفو بمناسبه تحديات فيروس كورونا جيل الـ 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 الناس خايفة أن السجناء في السجون العراقية في وهم تحت ظروف صعبة جدا واكتظاظ بالسجون نعم. أعدادهم كبيرة تصل إلى أكثر من أربعين ألف محكوم إضافة إلى الموقوفين اللي قد تصل إلى ستين ألف تقريبا أو سبعين ألف أحيانا توصل لأن تعرف الموقوفين ناس جاء طابة طالعة يعني يومية أكو موقوفين جدد يومية جدد. نعم لكن المحكومين أربعين ألف أعتقد عددهم حوالي أربعين ألف نعم وهم وهم في ظروف سجنية صعبة والخطر الداهم فيما يتعلق بكورونا تعرف بعضهم جرائم بسيطة محكوم سنة محكوم سنتين يعني هذا قد يتعرض إلى القتل يتعرض إلى الموت إذا دخل كورونا إلى داخل السجون تعرف الظروف صعبة جدا يعني نعم. لذلك صار الحديث عن أنه هل بإمكان أن نخفف عن هؤلاء اللي هم مظالم العدالة قد يكونون وب... وبعضهم أبرياء أن نخفف عن هؤلاء بعفو خاص أو بعفو عام الحقيقة العفو الخاص قد يكون حلًا سريعًا، لكنه حل محدود. تعرف العفو الخاص يستثنى أربع جرائم، حقيقة أربع أصناف من الجرائم. يستثنى الجرائم الدولية، يستثنى جرائم الإرهاب، يستثنى جرائم الفساد، ويستثنى كل شخص لم يتنازل عنه المشتكى. وبالتالي لازم لازم المشتكى يتنازل. إذا ما المشتكى ما يتنازل، حتى لو محكوم عشرة أيام ما يطلع. لازم يبقى بالسجن. ما يقدر يطلع. هاي بالعفو الخاص, الخاص. وبالتالي إحنا أمام هذا بالعفو الخاص نعم نحن أمام اه 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 تحدي كبير إضافة إلى العفو الخاص إجراءاته معقدة أستاذ نجم العفو الخاص رئيس الجمهورية ينتظر أسماء لازم وزارة العدل تقدم لها أسماء وزاره العدل طبعا لازم تدرس ملفات السجناء وتقدم لها اسماء وفقا للضوابط اللي حطها رئيس الوزراء في مقترحه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جي. بعدين هذه مرحله المرحله الثانيه تجي تدقيق برئاسه الوزراء بعدين تدقيق برئاسه الجمهوريه يلا يصدر المرسوم الجمهوري يروح للتنفيذ يعني عندنا فد حلقه طويله من الاجراءات يلا يطلع السجين وهذا لو يطلع لو ما يطلع وتعرف هذه خلال هاي الفتره راح يبدا يشتغلون السماسره جيب فلوس وطلع ابنك وهالقد دفتر ونطلع ابنك ونسرع معاملتك والى اخره وهذه 100% راح تصير يعني لذلك العفو الخاص في الحقيقة قد لا يكون نافعا في هذا الظرف الحرج يعني احنا امام تحدي كبير وامام قضية انسانية يعني لا بد من الاستعجال والحقيقة انا معلوماتي انه السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء تداولوا في هذا الموضوع وهم مع الاستعجال في الفصل بهذا الموضوع لكن العفو الخاص انا برأيي لن يكون حلا سريعا قد يكون العفو العام هو قبل أن تنتقل للعفو العام سيادة القاضي وفيه قدرة على التطبيق قبل أن تنتقل للعفو العام بالتفصيل نعم. يعني هل هنالك يعني ما هي الصلاحيات أو عدد الأشخاص اللي من صلاحية رئيس الجمهورية بالعفو الخاص أن يشملهم لو الأسماء مفتوحة هو هو العدد غير محدد اسناد نجم بس الضوابط محدده يعني مقترح رئيس الوزراء اللي اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدد به رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه لا يمكنه ان يصدر عفوا خاصا الا في الحدود التي رسمها رئيس الوزراء هذا اولا وثانيا لا. الا في الحدود التي رسمها الدستور هذا ثانيا فاحنا لما نرجع للمقترح اللي يقدم رئيس الوزراء لرئيس الجمهوريه يستثني في الحقيقه كثير يعني اكو اكو قائمه طويله من الجرائم التي استثناها المقترح والحقيقه استثناها بطريقه غير واعيه يعني تصور نعم هو طبعا اكو بعض الجرائم احنا بنسمعها نفز لكن بعضها جرائم بسيطة يعني مثلا غسيل الأموال غسيل الأموال بعض الجرائم جرائم يسموها إخبارية يعني جنح بسيطة ما المفروض تستثنى استثناها الكتاب اللي اجى من رئيس الوزراء، بعض نعم. جرائم الفساد ايضا جرائم جدا بسيطه، جرائم استغلال النفوذ جدا بسيطه ايضا استثناها الجنح انا اقصد، فالمقترح لم يفرق بين الجرائم العمديه والجرائم غير العمديه، في حين الجرائم غير العمديه يعني انسان تورط ودعم لواحد واحد مثلا، هذه نعم. الجرائم غير العمديه المفروض كلها تشمل بالعفو، اضافه الى نقطه مهمه استاذ نجيم هي موضوع الاحداث إحنا بقانون العقوبات العراقي وقانون رعاية الأحداث نحن نلاحق الحدث حينما يتم التاسعة يعني احتمال عندنا موقوفين عمره عشر سنوات عمره 11 سنة عمره 12 سنة هذول أطفال يجب أن يعطون الأولوية في التعاطي معهم ويجب أن تسهل عليهم إجراءات العفو عنهم هذا كل ما متوفر وإضافة إلى النقطة المهمة اللي أكرر أعيدها مرة أخرى هي القائمة الطويلة من الاستثناءات اللي إجا بها رئيس الوزراء فوق الاستثناءات اللي موجودة بالدستور يعني احنا قلنا <applause> اكو اربع استثناءات بالدستور رئيس الوزراء اجب قائمة من حوالي 12 استثناء اضافي زين من المشمول الان يعني من, من المشمول الان بالعفو الخاص no. من المشمول اذا هاي القائمة الطويلة من الاستثناءات uh, uh, uh. من المشمولين هو هو الحقيقه هو هو نحن نقدر, نقدر نحدد غير المشمولين، ما نقدر نحدد المشمولين لان المشمولين يعني جرائم كلش هوايه فما نقدر نعددها، بس نحن نقدر نعدد غير المشمولين اللي نعم. هم الحقيقه انا مو يم شو بس على الذاكره اللي هم قلنا جرائم الارهاب، جرائم الفساد الدولية والفساد وعدم الدولية، متنازل. جرائم المحكمة الجنائية العراقية الاغتصاب واللواط وزنا المخدرات موضوع التزييف العملة المخدرات الغسيل الأموال أنا الحقيقة قد لا أختلف مع مع الاستثناءات لكن أختلف مع شمول حتى الجنح منها لأن تعرف إحنا إحنا بالقانون نعرف أكو, أكو الجرائم الكبيرة اللي هي الجنايات وعدة الجرائم صغيرة اللي هي الجنح يفترض هاي الاستثناءات الإضافية اللي جت على الاستثناءات الأربعة مال الدستور لأن إحنا استثناءات الأربعة مال الدستور ما نقدر نلعب بها سيادة بس الاستثناءات الإضافية هي هي مجانة فيما نعم. إذا أنت ذهبت إلى العفو العام نعم ايش راح يحقق؟ قضيه أحوال. اذا هسه الان هذه محاسن ومساوئ العفو الخاص. اذا صار الخيار بالعفو العام، ما هي المحاسن؟ ما هي المساوئ؟ والحقيقه استاذ نجم انا قبل لا ابدي بهذه النقطه اللي اجاوب على سؤالك، بدي اشير الى نقطه مهمه. احنا من نحكي بالعفو العام والعفو الخاص والتخفيف عن السجناء وانصافهم الى اخره ليس القصد منها هو المساس بمشاعر الضحايا او المساس بمشاعر ذوي المجنى عليهم بالعكس احنا نعتقد ان هم الاولى بالرعايه والاولى بالتحصين والاولى باعاده الاعتبار لكن احنا كدولة نتحدث كدولة الدول تتبنى فلسفه فيما يتعلق بالعقاب، ليس القصد من العقاب في كل العالم اليوم، ليس القصد من العقاب هو انزال العقاب بالجاني او الانتقام منه. القصد من العقاب والسجون الى اخره هو اعاده ادماج الجاني في المجتمع، اعاده تمكينه من ان يكون عنصرا صالحا في المجتمع. احنا في الحقيقه لا نوفر الحد الادنى من هذه الفلسفه في العراق. لذلك انا كقاضي حينما تكون الظروف مثاليه وطبيعيه او هي بحد ادنى كان نكون يكون وفر ظروف عداله مناسبه بنسبه 80% اقول لك لا انا ضد العفو لكن حينما لا تتوفر حتى نسبه 20 25% من نسب العداله الحقيقيه اللي ممكن ممكن اذا تحب نرجع لها مره ثانيه احنا وفرها مو انت الان مشكله أن اثرت اثرت قضيه إلى حلول انت الان اثرت قضيه نعم الان عوائل الضحايا يعني هذا مثل هاي القصه مال هذا، هذا ما قاتل ونثبت برقبته قضيه واهل المجني عليه يعتقدون هذا هو القاتل. المحققين غرروا بالناس، غرروا بالمجني عليه بعادة المجني عليه وغرروا وظلموا الجاني. ذولا هاي العلاقه شلون تقدر تعيد بنائها من جديد؟ هل نذهب لاعاده التحقيق؟ هل نذهب لمعاقبه الضباط حتى نوفر بيئه ملائمه. للمجد والمجد عليه. أو استاذ نجم هذا السؤال كبير جدا وقضيه معقده في غايه التعقيد، يعني يجوز حلقتنا كلها من للاجابه عليه ويمكن نروح نترك العفو ونروح نسولف فيها. القصه قصه فساد الاطر التحقيقيه وتورطهم في انتهاكات كبيره لحقوق الانسان وعدم وجود ضمانات حقيقيه وانعدام الشفافيه. هذه اركان المشكله فيما يتعلق بـ بـ بالاحداث اللي تتحدث عنها جنابك في هذه القصه نعم لكن انا انا اتحدث في استراتيجيات الدوله نعم هم من حق الضحايا ان يرون المتهم او الجاني في الحقيقه ينال جزاءه ومن حقهم ان يعرفون من اللي ارتكب هذه الجريمه بحقهم لكن انا اتحدث في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في التعامل مع النظام الاصلاحي احنا عندنا نظام اصلاحي احنا ما نتحدث عن مجنى عليه واحد، نتحدث عن نظام اصلاحي، هذا النظام الاصلاحي لازم نوفر له مستلزمات وشروط كامله على مود احنا بعد ما نستاهل ويا احد، الكل يدخل في نظام العداله، لكن مو نظام عداله ممكن يلف القايش مالته طفل عمره 15 سنه ويظلمه بهذه الطريقه القاسيه التي تهز الجبال، هذا لا لا يمكن ان يعتمد عليه في التشدد مع مرتكبي الجرائم، لذلك احنا مضطرين احنّا كقانونيين مضطرين إلى أن نغير رأينا فيما يتعلق بالعفو ونساند قرارات العفو، ليش؟ لأنّه احنّا كدولة لا نوفر نظام عدالة صحيح، لا نوفر بيئة سجنية صحيحة، لا نوفر مبادئ المحاكمات العادلة، لدينا لا. مظالم كبيرة، لدينا أبرياء كثيرون دخل السجون من هذا الطفل نعم اللي يربو لذلك احنا مضطرين الى الذهاب الى خيارات العفو العفو العام استاذ نجم يختلف نعم. عن العفو الخاص في انه بامكانه ان يوسع اطار المشمولين زي. إضافة إلى أنه تنفيذه يكون مباشر بعد نشر بالجريدة الرسمية يتولون القضاة إخراج المشمولين فورا بقرار قضائي ممكن يتخذ من قضاة مهنيين لن يتورطوا في الكثير من القضايا الجانبية يعني الدعوة موجودة بالمحكمة يجيب الدعوة وفورا يفصل بالموضوع ويكتب إشعار إلى السجن يطلق صراحة فالعملية تكون أسهل بكثير من إجراءات العفو الخاص إضافة إلى أنه القانون العفو العام ممكن يشمل قضايا الارهاب ممكن يشمل الجرائم الدوليه لانه الحقيقه الدستور يمنع العفو الخاص في مثل هذه الجرائم، لكن ما يمنع العفو العام، طبعا انا ممكن نرجع استاذ نجم الى الحديث نعم. في انه انا ليش ادعو الى شمول بعض جرائم الفساد بالعفو؟ ليش ادعو الى شمول بعض جرائم الارهاب بالعفو؟ نرجع لها لاحقا على مود ما يضيع علينا الفكره. العفو العام سيكون اطاره اوسع سيكون تطبيق اسهل وبالتالي ينصف اعداد كبيره من الناس اضافه الى اني اعتقد ان العفو الخاص لن يكون صالحا لمواجهه تحدي فيروس كورونا احنا في فيروس كورونا نحتاج الى سعه في العفو نحتاج الى سرعه في التطبيق ونحتاج الى امكانيه جهه متخصصه قادره على الاسراع في تطبيق القواعد بدون العفو العام لن يكون ممكنا مع العفو الخاص لن يكون ممكنا تحقيق هذه النتائج خصوصا في ميدان السرعة لأن احنا أمام تحدي كبير هو تحدي انتشار الفيروس في السجون لكن من هذا المنبر أستاذ نجم وأنا دعيت بالأمس نفس الدعوة أنه أرجو من السيد وزير العدل أن يلتفت إلى الاهتمام بقضايا الأحداث ما دام القصة اللي شرحتها هي قصة حدث وإجت في وقتها المناسب أه ان يهتم بقضايا الاحداث وان يسرع في تنظيم القوائم ورفعها الى رئيس الجمهوريه لاطلاق سراحهم، لان اعتقد ان الاحداث هم اكثر الفئات التي يجب ان نعتني بها وان ننصفها في هذه الفتره، خصوصا نعم. أنا معلوماتي ان الظروف اللي هم بها في السجن ليست ظروف مناسبه ابدا. زين هنا سياده القاضي اكو سؤال، الان اكو سجين متهم موقوف محكوم. أصيب بفارس كورونا بالسجن ومات هل يحق لعائلته أن تقاضي الدولة بموجب القانون؟ والله أنا نعم أنا أنا من وجهة نظري أن الدولة من حقها أن تقتضي حقها في معاقبة الجنات هذا صحيح لكن على الدولة أن تحافظ على السجين وان تحميه، يعني احنا احنا استاذ نجم نعاقب الجاني بمقدار العقوبه، مقدار العقوبه تحبسني سنه. انت مو من حقك تحبسني سنه وخلال السنه تموتني. او ما تحافظ على صحتي، يعني يفترض انه السجين حينما تقيد الدوله حريته بسجونها ان تحافظ على سلامته الصحيه وسلامته الغذائيه وسلامته النفسيه. وتوفر له ظروف مناسبه يعني قبل قبل ايام هناك خبر استاذ نجيم نعم. بمناسبه هذا الحديث آآ آآ تركيا سوت حولت السجون الى مصانع للكمامات وقامت السجون تنتج كمامات للشعب المفروض السجون تتحول الى اشياء اخرى مو مثل السجون اللي عندنا سجون كلها انتهاكات وكلها تعذيب وكلها انت اهانات وعدم احترام سوريا اربع عارفة. مرات انتهاك لحقوق الانسان و... سوريا. وبها اشكال نوع سوريا اربع مرات صدرت عفو ترى هذا العفو الرابع صدرته وهذه فلسفه يجب ان نتحدث بها استاذ نجم فلسفه فلسفه بناء السلام داخل المجتمع عن طريق قوانين العفو. عموما انا اعتقد في ضوء سؤالك اللي سالته على مود ما اطلع عنه، انا اعتقد انه اذا اصيب اي سجين بكورونا وادت الى وفاته تتحمل الدوله تعويضه وتعويض ذويه. خصوصا السجناء الذين محكومين بمدة قصيرة حسب الله المحكوم بالإعدام يجوز بها وجه نظر بس اللي محكوم لمدة قصيرة وبإمكان الدولة أن تعالج موضوعه وتخلي سبيله فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة السجناء أو تتحمل مسؤوليتها في تعويضهم فيما إذا تعرضوا إلى جائحة كورونا وتوفي منهم بعض الأشخاص اليوم أنا قرأت رأي لكاتبه ما أعرف لك إياه هذا يقول أنه حسب ما يعتقد أن نظام العقوبات العراقي نظاما قاسي ولا يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان وبالتالي يقول أن قضية العفو العام ممكن أن تأتي لتخفيف هذا العبء أو القسوة في نظام العقوبات العراقي تتفق مع هذا القول؟ أتفق معه تماما أستاذ نجيب إحنا قانون العقوبات مالتنا صدر سنة 69 ولحد أي. الآن هو نفسه إضافة إلى تعديلات قرارات مجلس قيادة الثورة اللي إجت خلال هاي الفترة الطويلة وبعدين إجا بريمر رجع على طبعة الثمانينات لكن مع هذا هو قانون في غاية القسوة في العقوبات خصوصا ما يعرف بالعقوبات السالبة للحرية اللي هي الحبس والسجن عقوبات قاسية جدا، يعني إذا قارناها بالعقوبات التي تطبق في بلدان متحضرة، فعقوباتنا في غاية القسوة، لذلك احنا احنا بحاجة إلى إنزال الرأفة بالناس، الرحمة بالناس من جهة، وإضافة إلى هذا احنا بحاجة إلى شيء أهم قد يكون، هو إعادة النظر بهذه العقوبات الخطيرة، في الحقيقة احنا في في لجنة في ديوان رئاسة الجمهورية من أساتذة وقضاة ومتخصصين الآن نعيد النظر في قانون العقوبات والحقيقة أنا كنت من أشد المطالبين بتنزيل العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي لأن العقوبات في غاية القسوة لذلك أنا أعتقد كثير من الناس اللي بعضهم تورط في ارتكاب جرائم طبعا هو ساد نجم إحنا 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 لكي لا نتعامل مع الناس بطريقة علوية ومثالية إحنا كنا بشر وكل بشر خطاء يعني فيفترض ان لا ننظر الى من ارتكب جريمه ولكن هنا سياده القاضي يعني الان من يرد عليك بسؤال اخر يقول لك انه انت تقول النظام القضائي عقوباته قاسيه لكن هنالك جرائم قاسيه جدا يعني انت لما تجيب متهم ماخذ ما له طفل عمره ست سنوات ومختصبه وبالتالي حارقه، اذا هذا شو سوي لاني يعني وين حقوق الانسان هنا؟ بقضايا من هذا النوع اكو جرائم قاسيه جدا ايضا احنا نعم نعم اكيد قطعا لكن احنا اه مع انزال العقاب المناسب بكل من يرتكب جريمه طبعا انا انا قاضي بالعكس انا من اشد الناس دعوه الى الحزم في تطبيق القانون بشرط ان يكون القانون قادرا على اقرار السلام داخل المجتمع العقوبات اللي في كل العالم احنا في في فلسفه في في الدوله وليس في في في, في قضيه العواطف احنا لا نتحدث في العواطف حينما نتحدث نعم. كدولة حينما نتحدث كقضاة لا نتحدث في العواطف نتحدث في استراتيجيات بناء السلام داخل الـ 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 المجتمع استراتيجيات بناء السلام داخل المجتمع لا تؤدي بالعقوبات القاسية إلى بناء السلام داخل المجتمع بالعكس تجيب نتائج سلبية احنا فلسفة العقاب استاذ نجيم أنك نعم. انه انت ما تتورط في ان تأتي بسجين الى السجن مال الدولة الا اذا شكل خطورة على المجتمع يعني هذا احتمال يرتكب جريمه مماثله لذلك انا اجيبه بالسجن وما اخليه يتحرك على ما يرتكب جريمه مماثله والا ما اجيبه للسجن ليش لانه جيبته للسجن تكلف تكلفه اقتصاديه كبيره علي انا كدوله لذلك على الاغلب الدول خصوصا في اوروبا الدول تتجنب العقوبات السالبه للحريه واستعاضت عنها بعقوبات اخرى خصوصا في الجرائم البسيطه اما الجرائم الخطيره لا طبعا مثل هذه الجريمه اللي تصفها جنابك هذه ما بها تساهل بالعكس انا ادعو بالتشدد في مثل هؤلاء وعدم شمولهم بالعفو طبعا هذه جرائم غايه في الخطوره لذلك هذا راح ارجع على على, على التساؤل على انا التساؤل <applause> القديم اللي قلت لي ذكرني به انه انت لماذا تريد شمول بعض جرائم الارهاب او الفساد بالعفو يعني فسر لي هاي هو استاذ نجيب جرائم الارهاب آه هي 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 ليست جريمه واحده، جريمه الجريمه الارهابيه ليست جريمه واحده. مجموعه كبيره جدا من الجرائم، بضمنها واحد ينتمي ينتمي لا يقتل ولا ينفذ عمليه ولا يفجر عبوه بس ينتمي. هذا احيانا تصل عقوبته الى السجن المؤبد وجزء الحكم حكم اعدام. واحد مبايع مبايع داعش مثلا دا اضرب لك امثله على داعش. مبايع داعش كل شيء ما مسوي. واكو واحد يعني لو احشي لك قصته يعني لي شيخ عشيره بالصدفه عرفت قصته والله شيخ عشيره من الموصل من الناس الاوادم ومسوفة شيء يجب ان يكون مثال لكل عراقي م. الان مطارد وعليه امر قبض وما يقدر يرجع لبيته ليش؟ لانه طلع بالفيديو اللي داعش اجبر الرؤساء العشائر ان يحضرون به وكان غصبا ما عليه حاضر معاهم لانه تدري داعش كانت تحكم الموصل وما حد يقدر ما يتحرك هذا الرجل اجوس سجناء من بادوش شيعة حماهم وما سلمهم الداعش واخذهم هو وجماعته راح سلمهم للجيش ما خلاهم يقتلوهم وتالي الان عليه امر قبض ومطارد ليش لانه طلع بالفيديو اللي داعش اخذ بيه بالقوه البيعه من 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 من, من رؤساء العشائر أه الـ 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 الفلسفه استاذ نجيب في يعني قبل شويه ذكرنا النظام السوري صدر اربع عفوات اربع قوانين عفو هذا الرابع شنو السبب؟ شنو السبب يعفى على الناس القاتلو؟ القصد إعادة بناء السلام داخل المجتمع أستاذ نجم أنت الناس اللي ما متورطة بالدماء طبعا الناس المتورطة بالدماء لا عفو لها قطعا شوفوا أنا هنا ذكرت سيادة دي القاضي دي هاي القصة هاي القصة اللي حكيتها مالتا بالموس المطلع عليها المفارقة في غياب العدالة في هذه القصة نعم. الشخص اللي قرأ البيان بيع داعش الآن مدلل وقاعد يم الولد محمي وهذا حمى سجناء الشيعة وهو اللي يحكم الموصل وهو اللي يحكم الموصل ويدرونه ويعرفون به أو طلعت الحجة هاي القصة بالإعلام ليش ها... لأنه اي أستاذ, نج... استاذ نجم القاعدة عندنا مع الأسف في إدارة الدولة أ... انت ايش قد مرتكب حشاك مرتكب جرائم لا بأس بس انت من توالينا نحميك هذا الشيخ اللي 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 حكى انه هو يبايع بالدم الان محمي من جهه سياسيه وهو صاحب القدح المحلى بالموصل <applause> وهذا المسكين اللي حمى الشيعة وضحى بروحه وشبابه اللي شباب عشيرته على مود يحميهم ويوديهم للجيش الان هو مطارد وعليه امر قبض فماكو بصراحه ماكو عداله في هذا في حين ذاك نفسه يعني هسه على فرض انه ذاك بايع بالدم هو اللي دعا للبايعه بالدم هذا كان بس واقف زين ليش هذا مطارد وعليه امر قبض وهذا الـ وهذا اللي بايع بالدم موجود النقطه اللي اريد اقولها استاذ نجم نعم انه الدوله اذا تريد تبني السلام لا لا, لا يمكن طبعا ان تعفو عن القتله والذين تورطوا في الدماء لا يمكن طبعا لكن عليها ان تعفو على الناس الذين تورطوا مع داعش ولم يرتكبوا جرائم مثل المبايع مثل المنتمي وما مرتكب جرائم هذول شنو القصد من العفو عنهم القصد من العفو عنهم هو منعهم من العوده الى داعش مره اخرى هذول نواه يستفيد من عدها داعش لان هذا انت مطارده وين يروح يروح يشيل سلاحه ويرجع يحارب الدوله لكن انت من تعفو عنه تنطيه فرصه انه بعد ما يرجع الداعش طبعا يعني مع تحسبات أخرى قد يكون حامل فكر متشدد غيرها هذا شيء آخر لكن أنا أتحدث عن استراتيجية الدولة في حماية نفسها وإعطاء فرصة للمذنبين الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة كالدماء أن يعودوا إلى رشدهم وبعد ما يحاربون الدولة أن أنطيهم طريق انه بعد ما يرجع الداعش اما اذا حصرته بأوامر القبض والملاحقات طبعا هو راح يضطر يرجع الداعش ويروح يقاتلك مرة اخرى لذلك هاي استراتيجيات بناء السلام وانا اعتقد استاذ نجم من المهم جدا أن الدولة تعطي رسائل سلام للناس تأمنها على اولادها وتأمنها على مصالحها وإلا لن يكون هناك دولة لن نتمكن من بناء الاستقرار داخل المجتمع والازدهار ولذلك والبناء هذا, والبناء هذا اللي, اللي, اللي كنا نطالب به هذا اللي الآن أنت تدعو إلى سيادة القاضي هو بناء السلام والاستقرار أنه الآن في كل العالم السجون هي إصلاح وبالتالي عملية إعادة تأهيل المجرم ضمن مدة معينة حتى يعود إلى المجتمع إنسان واعي وإنسان صالح زين أنت الآن السجون تاخذ طفل تاخذ بريء بالسجون وتطيعفه يطلع مفترس إذا ما لقى ما لقى ياكل ياكلك. زين هاي شلون بيئه الان ممكن ان تاتمن بها وبالتالي تطلق العفو العام ومن يطلع لا يلقي لأكل لا يلقي له شغل. والسجن دمره. شلون احل هاي المعادله؟ استاذ نجم البيئه البيئه السجنيه في العراق انا انا اصفها بانها مصانع للمجرمين. احنا ما يدخل مجرم نصلحه. المجرم نزيده اجرام والبريء نسويه مجرم محترف. والكل اعتقد يتفق معي في انه البيئه السجنيه في العراق تؤدي الى زياده الاجرام اجراما وزياده المجرم مجرما وتحويل البريء الذي يدخل فيها الى مجرم، وهذا متفق عليه حتى حتى الاخوه المشرفين على السجون في وزاره العدل اعتقد يتفقون معي، بسبب باسباب كثيره طبعا ليست بيدهم، يعني انا ما الومهم على هذا، بس هذه الواقع الصعب اللي احنا نعيشه بالعراق، لذلك انا اعتقد نعم. أن اطلاق السجناء خصوصا اللي ما متورطين بالدماء خير من الابقاء عليهم هذا موضوع الموضوع الاقتصادي استاذ نجيم وموضوع ال يعني فرص العمل والبطاله هو تاتي حلوله بعد الحلول الامنيه دائما الحلول الامنيه تتقدم على هذا لذلك انا اعتقد هو تجنيب المجتمع لمخاطر المجرمين لمخاطر الاجرام هي اولى من الحلول الاقتصاديه لان الحلول الاقتصاديه تاتي فيما بعد وانا اعتقد استاذ نجم انه التورط في ظلم الناس والتورط في ملاحقة الناس من قبل الدولة يؤدي إلى نشوء عداوات كبيرة يعني تصور مثلا شاب عمره عشرين سنة عنده طفلين ثلاثة تاخذه يعني أنا قبل, قبل يوم كنت أتحدث مع أحد القيادات في وزارة العدل يحكي لي يقول أنا يعني لقيت في ديالة مثلا لقيت موقوفين صار لعشر سنين و عشر سنة زين هذا مثلا عمره ثلاثين سنة أنت أخذت ذبيته ذب بالتوقيف 12 سنة يطلع عمره 42 سنة ابنه لنفترض عمره عشر سنوات من اخذوا ابوه اخذوا ابوه للتوقيف نعم. هذا خلال عشر سنوات ما شايف غير ابوه بالسجن ويعرف ابوه مثلا او يعتقد مو الا يعرف ابوه هذا مظلوم صار له 12 سنه وورا 12 سنه المحكمه تقول له افراج لعدم كفايه الادله زين هذا يطلع هو حاقد واهله يحقدون واخوته يحقدون وابنه هذا الزغير اللي كان عمره عشر سنوات من طبل السجن صار عمره 22 سنه ويشوف ابوه محبوس ومظلوم شو يصير يصير عدو للدوله هنا انا المستمع. هذا السؤال لذلك من الخطوره بمكان هذا السؤال سالته اكثر لا. من مره لما انت تطلع ورا مع السنة وتقول له يابا احنا اسفين هنا من يجب ان يتحمل المسؤوليه القاضي المحقق ضابط من اللي لازم كيف تنصف هذا الرجل هسا ما يصير دولة يجب أن يكون بها قضاء هل أو الخطأ خطأ القاضي؟ هو أستاذ نجم أستاذ نجم طبعا تدري في, في, في القواعد المستقرة أنه القاضي إنسان يخطئ ويصيب طبعا ولكن لكن الدولة هي مسؤولة عن, عن مؤسسة العدالة يعني أي خلل في مؤسسة العدالة حتى لو ارتكبوا أفراد الدولة هي المسؤولة لذلك في فرنسا وحتى في إقليم كردستان نا عندنا بالعراق في اقليم كردستان عندنا قانون اسمه قانون انصاف الضحايا. هذولا ضحايا العداله يسمونهم، يعني الناس اللي تدخل في قايش العداله وتتضرر هذولا الابرياء على الدوله ان تعوضهم. طبعا تدري مرات مرات الاخطاء لا يمكن تعويضها يعني انت طفل مثلا تجيبه او شاب عمره 20 سنه تجيبه تذبه بالتوقيف خمسة 15 سنه، يعني صار عمره 45 سنه من يطلع هذا شو تعوض؟ يعني انا هسه مثل قضيه غسان انا مثل قضيه غسان هذا الطفل الحدث نعم اللي راح عمره 15 سنه رجع لامه جثه ب 25 سنه شط الامه حتى تعوضها عن هذا الخطا شط الامه والله لا تعوض بشيء لا, لا يمكن فيه. ان تعوض لا يمكن ان تعوض يعني أه لا لكن احنا نقول الاخطاء اللي, اللي ترتكب من قبل الجهات الدوله مسؤوله عنها اللي هي الجهات القضائيه الجهات التحقيقيه اي كانت هاي الجهه اللي تورطت في ظلم هذا الرجل قد يكون هذا وغيره ان تعوض الضحايا احنا استاذ نجم ما عندنا هسه انا عند اقول لك المفروض تعوضهم هسه احنا لو نعوضهم هم ما يخالف هسه ما نعوضهم احنا كل شيء ما ندفع لهم ضحايا العداله مثل هذا هسه لو طلع مظلوم وطلع كل شيء مسوين به خطيه كل شيء ما مسوي من يعوضهم ما حد يعوضهم ليش لانه اقترح قانون قبل حوالي كم سنه سنتين ثلاثه وصارت انا سمعت اصوات نشاز تتحدث ضد القانون، يريدون يعوضون المجرمين، يريدون يعوضون الارهابيين، هذا المنطق التافه الذي يتحدثون به، لان ما عنده عقليه دوله، ما عنده عقليه بناء دوله، ما عنده عقليه انصاف، لذلك يتحدث بهذه الطريقه، في كل العالم حينما تخطئ الدوله او النظام القضائي او النظام التحقيقي في الاتيان ببريء، وهذا يقع طبعا، في الاتيان ببريء ثم ظلمه سنه سنتين، احنا احنا 15 سنه وعشر سنين يضل بالتوقيف. على الدولة أن تعوضه رفضوا إصدار القانون بحجة أن هذا القانون يؤدي إلى أنصاف المجرمين يؤدي إلى أنصاف الإرهابيين يريدون يجيبون الناس ويدبوها بالتوقيف سنين وبعدين يقول له لا العفو يعني احنا غلطان انا اذكرك بتصريح هو بريء كل شيء بسوي. ما مسوي طبعا ما ناس من هذا اذكرك بتصريح قبل ايام قال واحد من النواب يقول واحد من اسباب وقوف قسم من القوى السياسيه ضد قانون العفو لأنها تتضرر من مبالغ ماليه بالمليارات تجليها سنويا. نعم انا اتفق مع هذا التصريح تماما. استاذ منجب احنا السجون واحده من اكبر ابواب الفساد. منذ مده طويله منذ ان الحزب الفلاني تعرفه جنابك ويعرفوه كل الناس مسيطر على وزاره العدل منذ ان كانت وزاره العدل ارثا لذلك الحزب الفلاني اسس لفساد لن ينقطع ابدا فساد اطعام السجناء وفساد مصاريف السجناء طبعا اطعام السجناء مو بس السجين مو بس اطعام السجناء تشتري له دوشة وتشتري له نعال وتشتري له ملابس مال سجن وتجيب له حرس يحرسوه وكهرباء وتبريد وتدفئه واضافه الى الاطعام اللي هو قصه كبيره يقدر المبلغ الذي ينفقه العراق على السجون والمعتقلات والموقوفين حوالي 750 مليون دولار سنويا يعني مليار الا انا اعتقد هو مليار الا عفوا شكلة... مليار الا 700 عفوا ما دا سمعت 750 مليون دولار سنويا مليار الا ربع أي. اي يعني هاي الولد هم من يعني يكفي لحل مشكله ال... طبعا, طبعاً. حصص مو حصه انت المبالغ ال... الإطعام اللي يوصل للسجناء يعني انت تجي الشركه تدفع المقسوم ويقول لها روح اخذي اطعام السجناء تجيب زقنبوت شو للسجين روح جيب له المهم نعم. انت انطيني حصتي ادفع لي المقسوم وروح شو تجيب للسجين جيب له مو مهم عندي فانت عين نفط هاي عين نفط سنويا هذه يقبضون منها المعنيين مبالغ مهولة من الدولة باسم السجناء والموقوفين هو شنو شنو الولد اللي ما تاجروا به وانت هذا بالحزب اللي كنت تحكي عليه الزعيم اللي استحوذ على ذني وراسك الغالي اذا طيبين أنا وأنت راح نزوره بنفس السجن وراح ياكل من نفس الطاسة يا الله وداعتك وراسك يا الله لأنه اللي الظلم اللي لو دام دمر يا الله والله الله سينتقم الله وحياتك الله يسمع منك وحق كل دم عراقي بريء وكلهم إليها واردون زين اللهم آمين اللهم آمين ولذلك أنا أريد أروح وياك إلى قضية يعني الآن في كل الدول حتى الدول البسيطة الناشئة بالديمقراطية عملية خرق الدستور تصل إلى أن تكاد أن تكون جريما إحنا خرق الدستور عندنا بالعراق صار مثل الفلاونزا من يدي خرقه زين ماكو جهة راقب ماكو جهة حاسب هذا خرق الدستور أدى إلى إلى إلى, إلى تمزق البيئة السياسية والبيئة السياسية بإسقاطاتها أدت إلى تمزق المجتمع بالتمام من يجب أن يتحمل هذه المسؤولية سيادة القاضي استاذ نجم انا اعتقد انه انه الوضع السياسي المرتبك اللي احنا نعيشه حاليا واللي هو الدهور يعني نعم. حضرتك تذكر يعني اتذكر كانت حكومه مبنيه على الازمات أزمات, ازمات 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 الى ان وصلنا الى وضع نشعر بالخطر على كيان الدوله نشعر بالخطر على الشعب على ارواح الناس، على مصادر ارزاقهم، احنا في وضع لا نحسد عليه، وانا اعتقد هذا الوضع سيستمر. كل هذا من وجهه نظري هو نتاج لدستور غير صحيح، وتطبيقات لم تحترم الدستور يوما. مع الاسف الشديد القوى السياسية الفرقاء السياسيين اللي حكموا بعد 2003 نعم. وضعوا أمزجتهم السياسية ومصالحهم الشخصية فوق الدستور يعني مزاج الزعيم الفلاني أو إرادة الزعيم الفلاني هي التي يطوع عليها الدستور وليس العكس يعني يفترض في كل دول العالم أستاذ نجم أنه القوى السياسية التي تتحكم القيادات السياسية التي تتحكم لها الحق في أن تتصرف في الحدود الدستوريه والقانونيه، يعني نطاق حركه القوى السياسيه هو الى سقف اعلى الدستور والقانون، احنا بالعكس احنا الأمزج السياسيه وايرادات القيادات السياسيه هي التي يجب ان تتحكم بمعنى الدستور وتفسير الدستور وتطبيق الدستور. إه هذا شلون شلون تبني دوله؟ سياده القاضي يعني بالنتيجه العقد الاجتماعي سياده القاضي نعم. مرات انا استفز نعم. من يقولون الزعيم الفلاني هسه هو لو زعيم هم ما يخالف هسه لو مسوي له جدر باجله للفقير هم كان قل الزعيم لو جايب له العال لاستيك الارمله هم قل الزعيم يبقى الزعيم ماله الزعيم بالبوق هاي مفهوم الزعماء اللي صار كل شيء ماكو على بلاش عذبتك يا روحي استاذ نجم هذه واحده من بصراحه يعني وخلي يعذروني اللي يستمعون اليها أنا أعتقد هذه واحدة من مساوئنا كمجتمع هو إنسان شأن شأن أي إنسان آخر لا هو نبي ولا هو وصي ولا هو إمام ولا هو معصوم ولا هو إنسان لماذا نصل بالبشر إلى حدود الرمزية من يكون ليكون في حدود الرمزية وعلى قولتك هم مع الأسف الشديد يعني أنا لا أتهم الجميع لكن أتهم 99% من الوسط السياسي الان في القيادات السياسيه تورطوا في الفساد ولم يكونوا شيئا لو لو لولا الجندي الامريكي والسرقه من, من من اموال الشعب العراقي، من يكون هؤلاء؟ يعني اجوا حفاي على قوله من وصفهم يمكن هذا وصفك استاذ نجم، بعدين صاروا عندهم فضائيات وعدهم اموال وعدهم وعندهم استثمارات، وين كانوا هذول؟ وبعدين صاروا رموز ويتحكمون بالدستور ويتحكمون بالقانون هسا عم رضينا بالسرقات اللي سرقتوها عوفوا الدولة وبناء لذلك يعني أكو موضوع قضية. سيادة القانون موضوع احترام القاضي. الدستور أكو أعطي. قضية أنا كلش أنغث من هذا الخطاب الصلف لبعضهم من يتحدث عن الدستور عندما تتوافق مصلحته مع الدستور يكاد أن يجعل من الدستور قرآنا وعندما يختلف مع الدستور يذبه وراء ظهره ولذلك انا اريد اسالك بقضيه حملته امانه ان اسالك الان هنالك 15 نائب حقيقي فائز خارج قبه البرلمان بقرارات من المحكمة الاتحادية وهنالك 15 نائب أو سبعة في قبة البرلمان يجب أن يستبعدوا ما يتم ممارسة دستورية لاستبعاد هؤلاء ودخول هؤلاء ذول الآن موجودين بالبرلمان يشرعون ويطلعون قوانين ويصوتون على حكومة ويمارسون دور رقابي هل وجودهم الآن يؤثر على جميع وسلامة القرارات التي صدرت سابقا بوجود أعضاء غير حقيقيين وبتستر من جهات متنفذة يخل بصحة القرارات السابقة لولا الأستاذ نجم بشكل قاطع ولا شك في, في 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 الاجابه ابدا ولا اعتقد ان رايا اخر فيها ان جميع القرارات التي شارك فيها هؤلاء بعد صدور قرار من المحكمه باستبدالهم لا قيمه ولا شرعيه لها وتعتبر باطله ويجب ان ترفع من احتسابات التصويت واذا رفع هذا الصوت وادى الى انهيار النصاب اللازم لامرار القرار فهذا القرار يجب ان يعتبر باطلا مهما كان هذا القرار هذه كارثه في الحقيقه يعني هذا تلاعب باراده الشعب تعرف استاذ نجم النائب حينما ينتخب او المحكمه حينما تحكم بان الشعب انتخب سين ولم ينتخب صاد أنت حينما لا تستبدل سين بصاد وفقا لأحقيته كأنك تتلاعب بأصوات الشعب وإرادة الشعب وهذا فوق الدستور وفوق القانون تعرف الدستور ينص على أن الشعب مصدر السلطات كيف يكون مصدر السلطات وأنت لا تضع من اختاره الشعب محل من وضعته أنت منين جبته ما أعرف يعني بالتزوير بالتلاعب آه هذا اخطر ما يكون والحقيقه ذكرت استاذ نجم انت انت في, في هذه المقدمه ذكرت ان امزجتهم ومصالحهم وايراداتهم اعلى من الدستور واعلى من القانون لكن هذا يجب ان يوضع له حد يعني يجب ان ينتهي في حدود معينه لا يجب للناس ان تسكت على هذا هذه تجاوزات خطيره والحقيقه استاذ نجم خطورتها ليست تكمن في في وضعنا الحالي فقط خطورتها انها ستستمر وتتفاقم هذا حينما يرتكب تلك المخالفات ولا احد يحاسبه وتمر مرور الكرام هذا سيتورط بمخالفات اكبر ومن ياتي بعده سيتورط بمخالفات مماثله يعني هو ما دام بامكانه ان ياتي باشخاص لم ينتخبهم الشعب ويسويهم مجلس نواب ويخليهم يصوتون ومجلس النواب اللي انتخبهم أو الأعضاء اللي انتخبهم الشعب الحقيقيين خارج إطار مجلس النواب ويباوعون كل شيء ما يقدرون يسوون خلص هذا حكم ديكتاتوري وحكم بالتزوير والتلاعب مثل ما يقع في كثير من الدول الاستبداديه شنو فرقنا عن هذا وندعي الديمقراطيه وندعي عندنا دستور ونطبق الدستور خلاص احنا دوله تشبه اي دوله تقودها العصابات يعني الان حقيقة. هو هذه دوله عصابات مو دوله دستور وقانون يعني الان هو يتعامل بهاي القضيه لا. اذا تسويك نائب يسويك بمزاجه او او يزور لك واذا يريد يتعامل معاك كبريء او متهم او ينطعفه يحسب عمليات الربح والخساره اذا انطى العفو وكل القضية الآن بالعراق تدار وكأنها تخضع لإرادات سياسية القانون قد تم تغييبه بالتمام ماذا يرغب هذا الزعيم وماذا يضر وماذا ينتفع هذا الزعيم رؤية بهذا الشكل هل سينجح نعم. أو يستمر المشهد السياسي من خلال هذه السلوكيات؟ والله استاذ نجم انا اعتقد وارجو ان لا يعتبرها البعض هي نعم. تحريض على العنف او شيء من هذا القبيل انا اعتقد انه هذا النظام السياسي اذا ما تلاحق روحه واحترم الدستور واحترم القانون واحترم اراده الشعب والله سيسحلوهم قريبا وليس بعيدا يعني وهذه ليست تحريض على العنف هذه نبوءه وقد لا تكون نبوءه قد تكون هي قراءه للوضع الحالي يعني الناس خصوصا الشباب شباب ثوره تشرين اللي هذا ما يعرف الخوف في الحقيقه واحنا شفنا شفنا ايش سووا في في في, في نعم. تشرين الماضي آه هذا الشباب لن يسكت انا اعتقد لن يسكت ابدا على حقوقه لانه حقوقه انتهكت ويشعر بالياس يعني آآ آآ امام مستقبل اسود لا يرى شيء في الحقيقه هذول جيل الفيسبوك وجيل اليوتيوب نعم. هذول اعتقد سيتصدون للنظام السياسي ولفساد النظام السياسي لا. ويقفوه عند حده لذلك أنا أنصح إذا كانوا يسمعونني طبعا لا. أنصح هؤلاء أن يلتفتوا لأنفسهم ويلحقون على أرواحهم قبل لا يسحلوهم هذول الشباب لأن العراقيين تاريخهم معروف في هذا وحينما تقع الواقعة لن يتمكن أحد من حماية نفسه لا أسلاح ولا ميليشيات ولا سلطة ولا دولة الكل تتخلى عنكم حينما تقع الواقعة لذلك أعتقد هناك فرصة الآن مناسبة ما دام جابتها لهم كورونا أن يعيدون حساباتهم ويعيدون بناء الدوله على اسس صحيحه ويحترموا الدستور ويحترموا اراده الناس ويعيدوا بناء ديمقراطي يضمن للكل حياه كريمه احنا استاذ نجم نعم. احنا العراقيين لا ندور سلطه ولا ندور كرسي نريد حياه كريمه ونريد بناء ديمقراطي ونريد ناس تحترم الدوله وتحترم الشعب هسا يعني انا سمعت والله من كثير من الناس نعم. يقول لك والله اذا باقوا جزء من عندهم واشتغلوا بجزء آخر احنا راضين هسا الناس أي. قامت تحكي بهذا المنطق رغم انه غي منطق غير مقبول يعني منطق آسف. غير مقبول يعني لكن الناس تحكي بهذا المنطق انا آه. وقتي انتهى الاستاذ القاضي رحيم العجيلي رئيس هيئه النزاهه الاسبق صراحة سعيد بهذا الحديث ومفتقدك من زمان تحياتي الى السيد القاضي الله يحفظك استاذ نجم شكرا لك شكرا لك انتهى هذا الوقت المخصص لي واكرر دعوتي الى سياده الرئيس فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى للنظر بهذه القضيه واذا ما اردتم ان نرسل لكم ارقام تليفونات هذه العائله للتحقيق بها واحقاق الحق لانه يبدو مثل قضيه هذا الرجل الكثير منها. تقبلوا تحياتي التقيكم قريبا. مع السلامه.